صباح على كريم. صباح الهنا كريم. صباح الفل عليكي. صباح الفل. يومين عننا ما ينفعش كده. والله ليك وحشه. والله ليك وحشه. صباح الفل عليك يا نهاوند، وصباح الفل على كل حضراتكم مشاهدينا في كل مكان، واهلا بكم جميعا في بدايه حلقه جديده من 10 الصبح في الاهلي. لن تخلو كالعاده من الحديث عن النادي الاهلي بكل تفاصيله. بالمناسبه في ساعتنا الثانيه هيكون عندنا اكثر من فقره حواريه. الفقره الاولى هنتكلم من خلالها مع مجموعه من ابطالنا في سباحه الزعانف، فرصه عشان نعرف كمان اكثر على الرياضه دي، وكمان نعرف منهم انجازاتهم وبيجهزوا لايه الفتره اللي جايه ان شاء الله. والفقرة الثانية هيكون فيها حديث كروي مطول مع الناقدة الرياضية منى عمر اللي دايما بتنورنا في 10 الصبح في الأهلي. ميزة منى عمر طبعا وزميلتنا العزيزة ان هي يعني ملمة بالشأن كمان المحلي والعالمي، فاحنا هنتكلم معاها طبعا عن الكرة المحلية والكرة العالمية. بمناسبة بقى يعني الحديث عن الكرة، انا عايزة ابدا مع حضراتكم انا وكريم ونتكلم ان خلاص يعني انتهت مرحلة طبعا دور ال 32 من دوري ابطال افريقيا زي ما حضراتكم تابعين، واكتمل عقد الفرق المتأهلة لمرحلة دوري المجموعات. حابين بقى او خلينا نروح لتفاصيل اكتر ونلقي نظره سريعه عن الانديه المتنافسه واللي اكيد هيكون برضو بينها مواجهات قويه جدا محتمله. خلينا نبدا بتاهل طبعا الاهلي بعد فوزه ذهابا وايابا على سان جورج الاثيوبي بسبع اهداف، وتاهل كمان من مصر او تاهل من مصر كمان نادي بيراميدز لاول مره. وانا سعيده على فكره كريم بالخبر ده جدا بعد تخطي الجيش الرواندي وعمل مباراه بصراحه كبيره جدا في الاياب، كسب 6-1 برضو سكور رائع جدا. تاهل من المغرب عندنا الوداد طبعا وصيف دوري ابطال افريقيا الموسم اللي فات، واكيد برضو هيكون من اهم المنافسين في البطوله لانه طبعا حامل لقب النسخه قبل الاخيره. تاهل كمان من تونس نادي الترجي بعد ما تخطى عقبه دوان بطل بوركينا فاسو، وما ننساش برضو ان الترجي خلينا نقف هنا شويه هو لعب نصف نهائي النسخه الاخيره ونجح كمان النادي الاهلي في الفوز عليه ذهابا وايابا، فكلها منافسات اعتقد يا كريم ويعني انديه لها وزنها ولها طبعًا قيمتها وتنافسيه فعلا هتكون قويه جدا. وعلى فكره مش الترجي فقط اللي ترشح من تونس، كمان من تونس تأهل نادي النجم الساحلي اللي تخطى الجيش الملكي بطل الدوري المغربي، واكيد طبعا النجم الساحلي باسمه وبتاريخه وفي البطوله دي كمان بصفه خاصه اكيد هيبقى من الانديه المرشحه بقوه لبلوغ الادوار النهائيه. كمان تأهل سان داونز الجنوب افريقي بعد ما تخطى منافسه بطل بوروندي، وسان داونز الحقيقه واحد من ابرز الانديه اللي دايما بتكون مرشحه للحصول على لقب البطوله وده بشكل دائم، والحقيقه عندهم سكواد قوي جدا جدا، واحنا شخصيا كالنادي الاهلي لينا اكثر من تحدي في كل بطوله امام هذا الفريق، وبالمناسبه احتمال كمان تبقى في مواجهه محتمله معانا في دوري السوبر الافريقي اذا لم تصح الانباء المكتوبه والمتداوله عن انسحابه. لغايه النهارده مش متاكدين من مدى دقه وصحه هذا الخبر. صحيح. برضو خليني اكمل من الانديه المتاهله والمتوقع ان هي تكون متواجده بقوه في النسخه الحاليه. عندك مازيمبي مثلا الكونغولي صاحب يعني هنا بنتكلم الخمس القاب قاريه في دوري ابطال افريقيا. تاهل كمان من السودان نادي الهلال اللي بشكل مستمر بيكون موجود معانا في المجموعه، ودي ما اعرفش صدفه ولا لا بس برضو بتبقى يعني حاجه اكيد بالنسبه لنا ممتعه. وكمان لعب معانا النسخه الاخيره اللي حضراتكم فاكرين ونجحنا في الفوز عليه في مباراه العوده، كانت بثلاثيه رائعه جدا وقتها، لان كمان الماتش ده تحديدا مش كان بس سكور حلو، كان يعني لعب حلو فنيا وكمان السكور كان رائع. تاهل كمان نادي اسك بطل كوديفوار ونادي يونج افريكانز من تنزانيا، وهو وصيف طبعا البطوله الكونفدراليه النسخه الاخيره امام اتحاد العاصمه. تاهل كمان معاه يعني مواطنه بقى من نفس البلد سيمبا اللي هيلعب معانا ان شاء الله الماتش الدور ربع النهائي في دوري السوبر الافريقي، يعني محتمل ان احنا نلعب كمان مع سيمبا في دوري الابطال ودوري السوبر الافريقي، فلسه قدامنا. احنا لسه بنقول يا هادي طبعا. يعني اعتقد ان يعني مشوار لسه بيبدا، خلينا نقول كده هو مشوار بيبدا بس مشوار انا متفائله بيه زي ما قلت لك. انا حاسه ان شاء الله النادي الاهلي هذه النسخه او خلينا نقول هذا الموسم ان شاء الله يقدر يتالق بفارق كبير جدا من كنا اطلقنا على الموسم اللي فات استثنائي، ما اعرفش ليه ويمكن يعني اكون صادقه ويمكن لا، بس الموسم ده انا اشعر ان احنا هنحقق يا كريم مع الاهلي افضل بكتير باذن الله من اللي احنا حققناه الموسم اللي فات. ما اعرفش بقى وقتها هنسميه ايه يعني بس سوبر استثنائي. سوبر استثنائي. والله ملهاش حل تاني. ما هو الحقيقه بعد الموسم اللي فات انا واحد من الناس ببقى مندهش، طب احنا كجماهير بنطالب النادي الاهلي بايه تاني اكتر من كده؟ يعني هيوصل بينا فين الاهلي لما هو ابعد من اللي اتحقق حتى هذه اللحظه؟ لكن طبعا اكيد زي ما نهاوند بتقول اكيد كلنا عندنا يعني عشم كبير وعندنا امل كبير، وكالعاده النادي الاهلي قدها وقدود. برضو نعرف حضراتكم بقيه الانديه المتاهله من ضمنهم جالاكسي من بوتسوانا، ده النادي اللي اقصى اورلاندو بيرتس من جنوب افريقيا، نادي نوازيبو من موريتانيا اللي تاهل لاول مره
في تاريخ الأندية الموريتانية لمرحلة دوري المجموعات. نادي ميديا ما من غانا اللي أقصى حوريا الغيني، طبعا بيترو أتلتيكو الأنجولي اللي موجود بشكل يعني شبه مستمر تحديدا في مرحلة المجموعات في كل نسخة من هذه البطولة، وفي النسخة الأخيرة لعب طبعا الدور قبل النهائي أمام الوداد، وأخيرا نادي شباب لوزداد الجزائري اللي الحقيقة سجل حضور مميز جدا في آخر نسخة من هذه البطولة. يعني احنا كده باختصار بنتكلم مع حضراتكم في ان في اكتر من 7 أو 8 أندية مرشحة فوق العادة زي ما بتقال للعب المباراة النهائية، طبعا أبرزها أكيد النادي الأهلي ومعاه سان داونز والوداد والترجي والنجم الساحلي وبيراميدز ومازيمبي. مع الوضع في الاعتبار قد يكون في أي مساحة لمفاجآت غير متوقعة خصوصا من بيترو وكمان شباب لوزداد وأسك. أدينا على كل الأحوال هنتابع ونشوف إن شاء الله قرعة مرحلة دوري المجموعات يوم الجمعة اللي جاية هتسفر عن إيه، وإن شاء الله تسفر عن كل خير بإذن الله. بص بقى الخبر اللي جاي والملف اللي جاي اللي انا عايزه اتكلم فيه طبعا، وانا وانت كنا بنتناقش فيه اصلا قبل الهوا، يعني وهو ملف بيأكد او بيعكس اهتمام دايما القيادة السياسية لما بتهتم بملف معين الموضوع بيختلف تماما عن الأرض. صحيح. او على الأرض، والقصة دي ممكن تكون يعني جميلة جدا وبتسعدنا بشكل كبير، بس في نفس الوقت فيها نقطة صغيرة كده الواحد بيبقى برضو نفسه ان هي تبقى مش موجودة. بمعنى هو انا لازم كل حاجة عشان تتغير على الأرض وتبقى أفضل لازم يبقى فيه قرار من فوق؟ يعني هي دي النقطة، أو اهتمام من فوق، ليه ما بيبقاش فيه اهتمام بالشكل المطلوب؟ طبعا فيه اهتمام، ما بقولش ما فيش، بس ليه ما بيكونش بالشكل المطلوب؟ أنا بتكلم تحديدا عن ملف هو توجيهات السيد الرئيس بمضاعفة هنا كمان يعني الكفاءات أو قيمة، خلينا نقول مكافآت أبطالنا في مختلف الألعاب. وبالفعل بعد القرار ده دكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة عقد مؤتمر صحفي أمس، كان تحديدا امبارح، للإعلان عن زيادة الحوافز وتخصيص رواتب شهرية للأبطال وزيادة دعم الاتحادات بناء على التصنيف الدولي. حاجة محترمة أكيد. هنروح نتابع التفاصيل في التقرير ده، بس هرجع قبل ما نروح عايز أقول بس حاجة أكيدة أو أخيرة، أتمنى يكون الاهتمام ده نابع من يعني الجهات المعنية كريم من نفسها. طبعا بيكون في بادجت، وطبعا بيكون في عبء كبير، وطبعا أنا ما عنديش شك أن كل جهة ومنهم وزارة الشباب والرياضة بتدعم الاتحادات باللي عندها أو بما لديها، بس دايما يكون في فكر مختلف، دايما يكون في حتى ولو دعم في الأفكار. ممكن وزارة الشباب عندها مثلا لجنة جوه بتدعم الاتحادات مش بس ماديا، لا من ناحية أن هي تجيب خبراء إزاي يقدروا يطوروا ويزودوا من الدعم ومن الدخل أو المدخول للاتحادات المختلفة. يعني فهمني حتى استراتيجيك، يعني اللي هو حاجة استراتيجية فكر مختلف على الأرض إن هم يساعدوهم فيه، دي مهمة. يعني أنا عندي إجابة على السؤال اللي أنت طرحتيه في أول كلامك، يعني مسألة إن إحنا لازم نستنى قرار رئاسي عشان الأمور تتحرك، فبسم الله الرحمن الرحيم الإجابة نعم. يعني على الأقل الفترة اللي فاتت كنا من الواضح إن إحنا لازم في كل ملف من الملفات حتى لو كان ملف لا يستدعي أساسا، لكن لازم يكون في قرار سيادي جاي من سيادة الرئيس عشان الأمور تبتدي تتحرك. أو تتحسن للأمانة على الأقل. دي من ضمن الحاجات اللي يعني هي فيها جانبين، في جانب لطيف فكرة إن سيادة الرئيس برغم كل المشاغل وكل المسؤوليات لكن الحقيقة يعني متابع كل حاجة بتحصل على أرض الوطن، وأي كلام بيتقال بيحمل شيء من السلبيات تتعلق بكيان وزاري ما أو بجهة ما من جهات الدولة الحقيقة لا يدخر أي جهد، ولا وفي كسر من الثانية بتلاقيه طلع قرار وقرار فعلا بينفذ في ساعتها. لكن على صعيد تاني ده بقى التساؤل اللي هواند طرحته، واحنا ليه لازم نستنى لما حاجة زي كده تحصل؟ ليه ما نستناش إشادة جاية من فوق بأن احنا شايفين شغلنا كما ينبغي؟ والكلام ده احنا مش بنقوله يا كريم بناء عن يعني رأينا الشخصي، احنا لما بنقعد مع رؤساء اتحادات وحضراتكم كنتوا بتتابعوا كل اللقاءات دي، هم اللي بيتكلموا ان في مشاكل مادية، ويمكن يعني الدعم المخصص ليهم او القيمه المخصصه ليهم من وزاره الشباب غير كافيه. وزاره الشباب طبعا هرجع اقول تاني هي عندها بادجت هي يعني معنيه بيه هتعمل ايه، لكن زي ما بقول ممكن يبقى في دعم معنوي، دعم فكري، دعم باي شكل من الاشكال الاخر ان هو يساعدوهم حتى الابطال لو عندهم مشاكل يقدروا ان هم يلجأوا، لو الاتحاد ما ساعدهمش يا كريم ما حلش المشكله بقى في جهه معينه في وزاره الشباب والرياضه يقدروا ان هم يتواصلوا معاهم بسهوله. يعني ده اللي انا بتكلم فيه، تذليل العقبات أهم من أي حاجة. صحيح. على كل حال خلينا نتابع التقرير ده ونرجع نكمل. إحنا الأرقام اللي قلتها قدام فخامة الرئيس مرتبطين بيها وهتزيد إن شاء الله رب العالمين، مرتبطين بيها وهتزيد، وإن شاء الله من السنة دي إن شاء الله من السنة دي حتى الجزء الافريقي. طبعا حتى الجزء الافريقي طبعا دي حاجه جميله جدا جدا، ويمكن اول مره تحصل من فتره، ويمكن حتى الناس اللي متابعه هي تعليمات
من الرئيس من السيسي كان في مؤتمر الاسبوع اللي فات، وحافز كبير قوي للرياضيين في مصر. مش عايزين نقول ان في ناس بتسيب وتمشي عشان مصر يعني، لا لا بالعكس، عندنا ابطال كتير جدا، وعندنا في طفره رياضيه يمكن الفتره اللي فاتت دي في كل الفرق الرياضيه سواء الفرديه او الجماعيه. فطبعا القياده السياسيه ومعالي الوزير في احتفال النهارده بالرياضيين واللي حققوه الفتره اللي فاتت، وشبه مفاجاه ليهم طبعا ان هيبقى يتم مضاعفات المكافئات سواء على المستوى العالمي او المستوى القاري. حضرتك عارفه احنا في نظام احترافي شويه، فكل الرياضيين بيبقى يعني جزء الانتباه الاكبر بيبقى للانديه. النهارده لا، في جزء كبير جدا للمنتخبات القوميه، واحنا لمسنا ده في الاتحاد بتاعنا وبخص اتحاد الكره الطايره. اتحاد الكره الطايره طلع مكافاه استثنائيه من قبل حتى المكافاه بتاعت الوزاره، اكيد ده تشجيع لجميع المراحل السنيه والفرق كلها سواء الفرديه او الجماعيه. هو طبعا ده تقدير كبير لينا، وان سياده الوزير قال حاجه زي ديت، فده تقدير لينا وان هو خد قرار زي دوت، يعني تقدير لينا ويخلينا ان احنا نتحفز ان احنا يعني نطلع جهد اكبر، وان يعني نحاول ان احنا نوصل لحاجه اعلى، لان يعني دي حاجه فيها تحفيز كبير وكده يعني. هو طبعا اسم الاهلي اسم كبير جدا يعني، وحاجه تشرف اكيد، بس طبعا اسم مصر يعني حاجه اكبر، لان النادي الاهلي جوه مصر، فطبعا دي حاجه اكبر وحاجه يعني تشرف. هو ده اكيد تقدير كويس قوي من سياده الوزير يعني، ودي حاجه اكيد بتشجعنا اكتر، وان احنا بنمثل مصر، فدي حاجه اكيد هتشجعنا قوي يعني. والله هو اي دعم من اي نوع بيفرق مع اللعيب، اللي هو بيبقى لا هو حاسس ان في حد وراه، في حد بيدعمه، فده بيفرق معاه اصلا ان هو نازل فعلا لا انا الوزاره مدعماني، فانا ان شاء الله هعمل اداء اعلى حاجه عندي. تقدير كبير قوي من دكتور اشرف صبحي طبعا، والدوله على طول بيبقوا في ظهرنا على طول، ودكتور اشرف صبحي كلمنا واحنا في كاس العالم، وكان بيساندنا على طول الوقت. وطبعا الاتحاد المصري دكتور محمد الامين جه في كوارتر فاينل والحمد لله ساندونا وعملوا لنا كل حاجه احنا محتاجينها. دي اول مره تحصل المكافئات وكده، الموضوع فيه دعم واحنا طبعا مبسوطين بالموضوع ده. حصل ان احنا حصلنا على المركز الثاني في بطوله افريقيا اللي فاتت وتاهلنا لكاس عالم، فده يمكن حدث ما حصلش من 20 سنه، فده ان الاداره تبقى والاتحاد والوزاره وكده يبقوا في ظهرنا، طبعا ده حاجه كبيره بالنسبه لنا، وان شاء الله نبقى اللي هو نوعدهم ان شاء الله ان احنا نحقق حاجه في كاس عالم ان شاء الله. هي خبر حلو جدا ودعم مطلوب يعني، حتى لو كان متاخر نسبيا، بس كتر خير الدنيا ان هو حصل بالفعل. وفكره مضاعفه الاجور وفكره ان ابطالنا ابطال الذهب الاولمبيين هيحصلوا على معاش مدى الحياه، اكيد كل التفاصيل دي هتشكل حافز كبير جدا عند كل واحد من الرياضيين عشان يعمل اللي عنده وزياده، وبيشكل شيء من الترضيه للناس اللي عملت اللي عليها وزياده في ظل يعني عايز اقول ايه تواضع الارقام اللي كانوا بيحصلوا عليها. فخطوه هايله الحقيقه يعني. خلينا نشوف، طبعا اعتقد ان هي هتاتي ثمارها في المستقبل بشكل كبير جدا. اعتقد ان ده هيقلل من نسبه الاسماء اللي احنا بنشوفها من الابطال اللي بيروحوا يسافروا في معسكرات وبطولات وما بيرجعوش. اعتقد ده هيقلل برضو الاحساس بالياس شويه عند بعض الابطال اللي ماديا هم ما عندهمش القدره اللي تسمح لهم ان هم يصرفوا على نفسهم علشان يكملوا تمرين يعني. هي هتحل مشاكل كتيره جدا صحيح. وانا سعيده ان سياده الوزير اتكلم قال لك احنا هنضاعف كمان الارقام دي. فمعنى كده فكره ان الوزير يتحدث بهذا الشان يبقى ده معناه ان فعلا في القدره ان هم يعني يزودوا من البادجت، صح كده ولا انا غلط؟ او من المقدار المخصص للاتحادات يعني. بصي هو يعني الحوار اللي دار من ايام بين السيد الوزير وبين رئيس الجمهوريه هو اللي اسفر عن اللي احنا تابعناه دلوقتي مع كل الناس. فالحقيقه حاجه محترمه جدا. طيب تعالوا بقى نعرفكم اخبار متعلقه بملف مختلف. اعلن مجلس اداره اتحاد الكره طبعا برئاسه الاستاذ جمال علام تشكيل الاجهزه الفنيه لمنتخب مصر مواليد 2005 و2008 بشكل رسمي. تم اسناد مهمه المدير الفني لمنتخب 2005 لوائل رياض والمدير الفني لمنتخب 2008 لاحمد الكاس. وفقا لقرار اتحاد الكره جاء تشكيل الجهاز الفني لمنتخب مصر مواليد 2005 على النحو التالي: وائل رياض مديرا فنيا، علاء عبده مدربا عاما، وايمن طاهر مدرب لحراس المرمى. اما تشكيل الجهاز الفني لمنتخب مصر مواليد 2008 فكان احمد الكاس مديرا فنيا، عادل مصطفى مدرب عام، واحمد فوزي مدرب لحراس المرمى. والحقيقه لما نتامل الاسماء هنلاقي ان
احنا بنتكلم عن اجهزه فنيه يعني ممتازه واختيارات اعتقد ان هي ان شاء الله هتفرز لنا اجيال جديده لصالح المنتخب الاولمبي والمنتخب الاول ان شاء الله. من بقى الملف ده يا كريم خلينا نروح لملف آخر، بس ملف رائع بصراحة، هو عن السكواش تحديدا، وتصدرت فيه البطلة المصرية نور الشربيني التصنيف العالمي للسيدات في السكواش، واحتفظت كمان مصر كده بأربع مراكز في قائمة التوب 10. نور الشربيني هي المركز الأول، وبعد كده عندك نوران جوهر في المركز الثاني، وبعد كده هانيا الحمامي في المركز الثالث، نور الطيب بالمركز السادس، كمان حافظ خلينا نقول البطل المصري علي فارق طبعا على صدارة التصنيف في الموسم الجديد، واقتحم خلينا نقول كده وفعلا اقتحم كريم عبد الجواد قائمة التوب 10 لأن هو ما كانش متواجد بعد احتلاله المركز العاشر، عشان يكون لمصر يا كريم خمس لاعبين في 10 أو في العشر أوائل، وهم زي ما كنت بقول لحضراتكم عليهم يعني علي فارق التصنيف أول، بعد كده على العالم أنا بتكلم مصطفى عسل لاعب النادي الأهلي طبعا الرابع، ومازن هشام السابع، وطارق مؤمن التاسع، وكريم عبد الجواد في التصنيف العاشر على العالم. رياضة احنا متألقين فيها بشكل كبير جدا عالميا، ربما كمان لا ننافس على المستوى الدولي، اتمنى وكمان على صعيد السيدات والرجال اتمنى ان شاء الله ده يعمم. انا مش عارفه ايه سبب تألقنا في السكواش تحديدا، بس يعني في كل مش بلد مهم، المهم ان احنا متألقين، المهم ان احنا في حاجات كده مش عارف تعرف سببها فرحان بيها وخلاص، بس فعلا السكواش مش من الرياضات خلينا نقول اللي مرتبطه بتاريخك قوي يعني ملهاش علاقه طبعا. لكن احنا فعلا من الرياضات عندنا اللي احنا فيها واصلين للبيك او يعني متفوقين جدا هي السكواش رجال وسيدات، اتمنى التجربه دي تعمم على الكل، ربما هي يمكن واخده اهتمام كبير من زمان يا كريم، ممكن السكواش كان حائز على اهتمام كبير جدا ودعم كبير كمان ماديا واهتمام من الدوله، فعشان كده النتائج اصبحت بهذا الشكل مش عارفه، بس يعني انا سعيده ان احنا فعلا في رياضه ما متالقين بهذا الشكل، ومش بس متالق انت لا تنافس، ولما بتوصل اوقات لماتشات عالميه بيبقى مصري قدام مصري دي برده ما بتحصلش كتير، فيعني لا بجد برافو، نتمنى ليهم كل التوفيق يا رب. ما بتحصلش كتير وبتسعد كل المصريين اللي بيتابعوا، احنا الحقيقه عايزين نستنسخ النجاح المصري في ملف السكواش في كل الرياضات، وطالما ان بيبقى في انعكاسات للدرجات دي طيبه لما تكون الدوله مهتمه برياضه من الرياضات وبتدعمها بقوه بتبقى دي النتيجه، ان احنا بنقفل يعني التوب 10 على مستوى الرجال والسيدات على المستوى العالمي، فيا سلام لما الكلام ده بقى يتوزع بالتساوي على كل الرياضات ان شاء الله نسعد بهذا الامر قريبا جدا. الحقيقه برضو من الرياضات اللي ابتدت تنتشر في الفتره الاخيره بقوه وبشكل لافت للانظار، وكنا الاسبوع اللي فات برضو معانا مجموعه من الضيوف اللي كلمونا عن كل تفاصيلها، رياضه البادل انتشرت بشكل هستيري في الفترة الأخيرة. عايزين نعرفكم بقى أن منتخبنا نجح في الفوز بلقب البطولة العربية الأولى للبادل اللي أقيمت من 27 سبتمبر حتى 1 أكتوبر الجاري، واللي شاركت فيها 11 دولة. حصد الفراعنة اللقب بعد فوزهم على المنتخب الكويتي بنتيجة 2-0. وكمان كان في امبارح اجتماع بين الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضه والاستاذ احمد غتواري رئيس الاتحاد المصري والعربي للبادل عشان يعرف ايه احتياجاتهم للفتره اللي جايه ان شاء الله، وكمان خطتهم في تطوير هذه الرياضه مستقبلا. خلونا نعرف المزيد من التفاصيل من الاستاذ احمد الغتواري شخصيا رئيس الاتحادين المصري والعربي للبادل تنس. استاذ احمد صباح الفل على حضرتك ومليون مبروك البطوله العربيه، اهلا بيك معانا. طبعا الفل عليكم، انا بشكرك جدا على التقنيه الجميله دي. اهلا بحضرتك. عايزين بدايه كده نعرف من حضرتك ملخص لمدى قوه المنافسه في البطوله اللي حصلنا عليها مؤخرا، وكمان نعرف من حضرتك ملخص عن اللقاء اللي تم بينك وبين السيد وزير الشباب والرياضه. لا طبعا يعني الحمد لله اللقاء مع امبارح مع معالي الوزير كان لقاء يعني احنا سعدنا بيه جدا، لان احنا طبعا لما بيكونوا شبابنا وابطالنا بيحققوا الحمد لله انجازات جديده في رياضات جديده بيبقوا طبعا نفسهم يحسوا باهتمام الدوله بيهم، وان هم لان هو مش سهل انك تفوز بالقاب دوليه، فطبعا معالي الوزير عمره ما بيتاخر علينا، فامبارح اول ما فزنا بالبطوله اول امبارح كلمني على طول وانا رحت وزورته، وطبعا يعني الرساله دايما اللي هو بيبعت لنا ان هو في ظهرنا والدوله في ظهرنا علشان خاطر ان شاء الله نحقق مزيد من الانجازات الدوليه باذن الله. يعني البطوله طبعا ما كانتش بطوله سهله خالص، احنا يمكن اول مره بننافس 11 منتخب عربي، احنا على المستوى العربي حاولنا ان احنا نزود عدد الدول، في يمكن دول بتلعب الرياضه دي وعندها منتخبات من قبلنا بكتير مننا يعني بثلاث واربع سنين، ولكن الحمد لله قدرنا ان احنا فتره قصيره جدا نجهز منتخب منافس، وده انا بالنسبه لي لقب تاريخي لان هو لقب اول بطوله عربيه، وده في حد ذاته يمكن تاريخي من ناحيتين، من فوز المنتخب وان احنا برضو اول لقب
في التاريخ تفوز بيه مصر، فالحمد لله احنا سعداء جدا يعني. رائع جدا. طيب خليني يعني اخد من كلام كريم برضو اسال حضرتك استاذ احمد، البادل فعلا لقت او يعني انتشر بشكل سريع جدا في مصر ولقت رواج كبير او الناس حبتها فعلا سواء على المستوى الاحترافي او حتى المستوى العادي في رمضان في الاوقات الفاضيه، الناس كلها تقريبا بتحب او بتروح تلعب بادل حتى لو ما عندهمش خلفيه عن التنس او عن السكواش او عن الراكت حتى، بس البادل ما اعرفش ليه هو اللي انتشر بهذا الشكل او يعني الناس حبته بالشكل ده. هل ممكن نقول كمان خطه لانتشار اللعبه بشكل اكبر هتكون من خلال دخولها الجامعات او المدارس في الفتره المستقبليه يعني؟ طبعا طبعا، احنا يمكن عندنا خطه موضوع النشر اللعبه زي ما حضرتك تفضلتي وقلت، هي اللعبه منتشره من جانبين، الجانب اللي هو الاحترافي والهوايه. الاحترافي والهوايه بالظبط كده. احنا بنحاول نعمله حاليا، احنا بنحاول نبدا نشتغل مع اتحاد الجامعات عشان تكون فيها دوري جامعات، ومع المدارس في الكليه مع الوقت، يمكن المدارس بدري شويه على دوري المدارس، ولكن نعمل لهم انواع من التجمعات وانواع من الفستيفلز وانواع من ال زي كده احتفاليات مع خاصه برياضه البادل عشان نقدر نجمع برضو الشباب الصغيرين، لان يمكن دلوقتي معظم اللاعبين اللي بيمارسوا البادل هم جايين من لعبه مضرب، ولكن الفترة القادمة اللي احنا بندور عليه ان احنا ندور على اجيال يبقوا طالعين من البداية متأسسين بادل وليس متأسسين رياضة وثم حولوا على البادل. فطبعا دوت مهم جدا ان احنا ندخله في قطاع المدارس قريبا ان شاء الله. طيب الى اي درجة يا فندم بيبقى عندكم يعني كشافين انجاز التعبير بيتابعوا الفعاليات مثلا دوري الجامعات او دوري المدارس لاختيار عناصر تصلح للانضمام للمنتخب؟ يمكن احنا كنا برضو الاسبوع اللي فات تشرفنا وكنا معاكم برضو على موضوع منتخب الناشئين، احنا كنا بنتكلم عليه اللي احنا حاليا بنجهزه الباراجواي، وده برضو حدث يمكن كبير ان احنا نكون اول منتخب عربي وافريقي يسافر كاس عالم الناشئين الولاد والبنات. احنا بدانا عن طريق ان احنا عملنا مشروع كبير جدا، ويمكن كان في يمكن 300 400 ناشئ دعيناهم كلهم لان هم تجارب على مستوى الجمهوريه كلها، مين الناس الموهوبه في موضوع البادل ونقدر نكون بيهم منتخب الفتره القادمه. ولكن زي ما حضرتك قلت يمكن احنا محتاجين نشتغل برضو اكتر على حته ان احنا نبدا نخلق نوع من المناطق على مستوى الدوله اللي من هناك نبدا ندرب الكشافين ان هم يبداوا يدوروا على المواهب الموجوده، ودي مشكله كبيره خلي بالك على مستوى العالم كله مش بس في مصر، لان رياضه البادل رياضه حديثه، فالخبره اللي موجوده اللي انت بتدور عليها انك تجيب حد كشاف ونبدا يبص على اللاعبين، هو اصلا محتاج من الاول خالص تدريب، والعلم دوت حاليا مش موجود في اماكن كثيره في العالم. فاحنا بنحاول نخلق برضه نوع من النهج العلمي داخل الاتحاد المصري وبالتعاون مع الاتحاد العربي علشان نقدر ننتقل الابطال دول بصوره علميه وبصوره مميزه ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله موفقين دايما، ويا رب ما نسمعش عنكم غير كل خير وكل نجاحات وكل تفوق ان شاء الله. بنشكرك شكرا جزيلا يا استاذ احمد. شكرا لك استاذ احمد. خلينا نروح دلوقتي نتابع درجات الحراره والطقس زي ما احنا متعودين ونرجع نكمل. من جديد حلقة النهاردة من 10 الصبح في الأهلي، بنجدد الترحيب بكل حضراتكم. تعالوا بقى نتعرف على آخر الأخبار والمستجدات في النادي الأهلي وفرقه المختلفة من خلال زميلتنا العزيزة هانا أبو القاسم، هي متواجدة حاليا في مقر النادي الأهلي بالجزيرة. صباح الفل عليك يا هانا، تفضلي. يا صباح الخير عليكم وعلى كل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان. يوم جديد وعشرة الصبح في الأهلي، ومن داخل مقر النادي الأهلي بالجزيرة هنقل لكم كل الأخبار المتعلقة بالنادي الأهلي وفرقه الرياضية المختلفة. خلونا في البداية نبدأ بالفريق الأول لكرة القدم. النهاردة الفريق هيواصل تدريباته، الفريق هيبدأ المران الساعة 5 مساء استعدادا بقى إن شاء الله لمباراة غدا المهمة طبعا، ونصف نهائي بطولة كاس مصر أمام إمبي، ومباراة هتكون الساعة 7 مساء. طبعا بعد انتهاء المران النهارده الفريق بقى هيدخل في معسكر مغلق استعدادا للمباراه غدا عشان بقى يدخل طبعا في الاجواء اكتر ويكون في قمه التركيز لمباراه غدا. طبعا امبارح كان الفريق استأنف تدريباته بعد راحه سلبيه لمده 24 ساعه، طبعا كان منحها الجهاز الفني بقياده مستر مارسيل كولر. خلوني بقى انقل لحضراتكم تفاصيل اكتر عن مران امس. كالعاده مستر كولر كان حريص على عقد محاضره فنيه مع اللاعبين قبل انطلاق المران عشان بقى يحدثهم عن كل
الامور الفنيه المتعلقه بمباراه غدا. ومران امبارح كان مبني اكتر على الجزء البدني، يعني خاض اللاعبين فقره من التدريبات البدنيه داخل صاله الجيم، وبعد كده بقى طلعوا خاضوا بعض التدريبات البدنيه في الملعب، وكمان الحقيقه بعض التدريبات الفنيه والخططيه استعدادا لمباراه النهارده غدا عفوا طبعا امام انبي. زي ما قلت بنتمنى للفريق كل التوفيق ان شاء الله بقى يفوز في مباراه غدا. واستكمالا الحديث عن كره القدم، خلونا بقى نروح لناشئين كره القدم وبالتحديد فريق 2005. النهارده ان شاء الله هيكون عنده مباراه امام فريق زد، المباراه هتكون الساعه 2 الظهر على ملعب النادي الاهلي بمدينه نصر. ده بقى ضمن منافسات الجوله الخامسه من بطوله الجمهوريه. مباراه بقى كمان هتكون حقيقه مذاعه او منقوله عبر قناه النادي الاهلي، كل بقى الجماهير تقدروا تتابعوا المباراه. خليني بقى اقول لحضراتكم انه حتى الان فريق 2005 ماشي بخطى ثابته جدا في بطوله الجمهوريه، حتى الان محققين 9 نقاط، ان شاء الله بقى يفوزوا كمان في مباراه النهارده ويستمروا بنفس الاداء. ده فيما يخص اخبار كره القدم. خلونا بقى نروح للالعاب الاخرى، وطبعا فرق النادي الاهلي بتخوض مباريات مهمه جدا في الفتره دي، سواء رجال كره السله في البطوله العربيه او سيدات ورجال كره اليد في البطوله الافريقيه. يعني خلوني بقى اطمن حضراتكم على موقف فرق النادي الاهلي، ونبدا برجال كره السله. طبعا امبارح كان عندهم مباراه مهمه امام فريق الاتحاد الليبي، وقدر رجال كره السله يحسموها لصالحهم، ودي طبعا ثاني مباريات البطوله. قدروا ينهوا المباراه لصالحهم بنتيجه 65-55، انهوا الكوارتر الاول بنتيجه 20-9، الكوارتر الثاني بنتيجه 35-24، الكوارتر الثالث بنتيجه 47-43، والكوارتر الرابع طبعا والمباراه بنتيجه 65-55. يعني دي ثاني مباريات البطوله. زي ما قلت المباراه الاولى ايضا او المباراه الافتتاحيه كانوا قدروا يحسموها لصالحهم ايضا، وانتهت لصالحهم بنتيجه 92-77، كانت امام فريق دجله الجامعه العراقي. ان شاء الله بقى غدا ان شاء الله هيكون عندهم المباراه الثالثه، وهتكون امام فريق مجد طنجة المغربي. اتمنى لهم كل التوفيق، ان شاء الله بقى البطوله دي تكون داخل مقر النادي الاهلي بالجزيره، ويقدروا يتوجوا بيها رجال كره السله. نروح بقى دلوقتي لرجال وسيدات كرة اليد، زي ما قلت اللي بيخوضوا منافسات البطولة الإفريقية بالكونغو. الحقيقة إن الفريقين قدروا يتأهلوا لدور الثمانية، لكن بقى خليني طبعا أطلع حضراتكم على نتائج رجال وسيدات كرة اليد. ونبدأ برجال كرة اليد، أمس كان عندهم مباراة أمام فريق جي إس كي الكونغولي، وقدروا يحسموها لصالحهم، أنهوا الشوط الأول بنتيجة 19-11، وقدروا بقى يوسعوا الفارق في الشوط الثاني وينهوها لصالحهم بنتيجة 42-30، كده يكونوا ختموا المرحلة الأولى في الصدارة، وطبعا بيتأهلوا لدور الثمانية زي ما قلت، وهيواجهوا إن شاء الله رابع المجموعة الثانية. يعني هم قدروا يفوزوا في جميع المباريات، أيضا فازوا على فريق بي أم سي الكونغولي بنتيجة 37-24، وفازوا على فريق فاب الكاميروني في المباراة الافتتاحية بنتيجة 33-18. طبعا بنتمنى لهم كل التوفيق في المباريات القادمة، وإن شاء الله يقدروا يتوجوا بالبطولة. أما عن بقى سيدات كرة اليد، الحقيقة هم عملوا امبارح مباراة كبيرة جدا يمكن معظمنا تابعناها، كانت مباراتهم طبعا امام فريق بطل انجولا بريميرو دي اجوستو. عملوا مباراة كبيرة جدا، يعني بالرغم من ان الشوط الاول كانوا خسرانين بنتيجة 17-8، لكن قدروا بقى في الشوط الثاني يعملوا ريمونتادا كده او كامباك، ويقلصوا الفارق لهدف واحد بس. يعني هم خسروا المباراة، لكن الحقيقة عملوا مباراة كبيرة جدا، شفناهم بيقدموا اداء كبير جدا طبعا في المباراة، وزي ما قلت قدروا يقلصوا الفارق، لكن طبعا بالنتيجه دي ايضا تاهلوا لدور الثمانيه، هيواجهوا بقى ان شاء الله ثالث المجموعه الثانيه، لان هم قدروا يفوزوا في المباراتين الاولتين، سواء امام فريق نيزيكو الكاميروني بنتيجه 33-31، او في مباراتهم الافتتاحيه امام فريق جرين ديسال الكونغولي بنتيجه 25-16، عشان زي ما قلت بقى يتاهلوا للدور القادم. كل التوفيق طبعا لرجال وسيدات كره اليد، واكيد كمان لرجال كره السله في بطولاتهم اللي بتقام حاليا، ان شاء الله بقى يتوجوا في جميع البطولات. دي اخبار الفرق الرياضيه، خلونا بقى دلوقتي نروح للاخبار الاجتماعيه. والنهارده ان شاء الله لجنه العضويه هتجتمع اليوم الساعه 6 مساء بفرع النادي الاهلي بالتجمع الخامس، وبيبداوا بقى يقابلوا الاعضاء عفوا الجماهير اللي حابه تشترك في النادي الاهلي. ده طبعا بسبب الاقبال الشديد جدا الحقيقه على عضويات النادي الاهلي، سواء فرع التجمع الخامس فرع الشيخ زايد، او العضويات طبعا اللي بتكون تسمح ليهم الدخول في جميع افرع النادي الاهلي. يعني الحقيقه
اكيد بتكون فرصه جيده جدا للانضمام لكيان كبير قوي زي كيان النادي الاهلي، فاكيد حاجه جيده جدا. ويمكن كمان من قبل كانوا عملوا اجتماعات للعضويه او انترفيوز للاعضاء عبر الزوم، كل ده طبعا تسهيلا على الراغبين في الاشتراك في النادي. نروح بقى لاخبار اللجان ولجنه الشباب تحت اشراف اللجنه العليا للجان بالتعاون مع الاداره التنفيذيه، بتعلن عن اقامه بطوله عائله الاهلي للشطرنج. البطوله ان شاء الله هتكون يوم الجمعه القادم 6 اكتوبر، هتبدا الساعه 3 الظهر بفرع مدينه نصر. الحقيقه دي طبعا مش اول مره البطوله تقام يعني، وده بسبب الحقيقه الاقبال الشديد على البطوله، وانها اكيد نالت يعني اعجاب والحقيقه الاهتمام من اعضاء النادي الاهلي، عشان كده بنشوف البطوله دي بتتكرر اكتر من مره. كل بقى الاعضاء اللي حابين يشاركوا في هذه البطوله يا ريت يتجهوا لاداره العلاقات العامه ويسجلوا اسمهم، او الحقيقه موجود برده باركود اونلاين هتلاقوه على صفحه النادي الاهلي الرسميه، بتكون بطوله مميزه جدا. يعني دي كانت ابرز اخبارنا النهارده طبعا من داخل مقر النادي الاهلي بالجزيره. معاكم طبعا لو عندكم اي استفسارات، والان العوده ليكم مره اخرى في الاستوديو. هي مفيش اي استفسارات لان التغطيه كافيه ووافيه كالمعتاد، بنشكرك عليها، شكرا جزيلا. شكرا ليكي جدا يا هنا. تعال بقى كريم نروح كده سريعا برضو عالميا، وتحديدا هنتكلم عن المحترفين بتوعنا، وهبدا بمحمد النني، لان محمد النني من اللاعبين فعلا المؤثرين بشكل كبير جدا مؤخرا، وخلينا نقول سواء بنتكلم مع ارسنال او حتى منتخب مصر طبعا كلنا اكيد بنتمنى عودته سريعا بعد غياب كان للاصابه كان فتره كمان طويله جدا، لكن شفناه مؤخرا كمان بدا يدخل في قائمه الفريق وشارك كمان امبارح في تدريبات ارسنال تحديدا، وعندهم طبعا قبل مواجهة لانس الفرنسي مقرر ليها ان شاء الله هتكون الساعة 10 النهارده ضمن منافسات، هنا بنتكلم الجولة الثالثة للمجموعة الاثنين من بطولة دوري ابطال اوروبا. كل التوفيق ليه، وعايز اقول لكم كل التقارير كمان اكدت ان هو بيتدرب بقوة بحثا عن العودة لتشكيل طبعا او التشكيل مرة ثانية بعد عودته من الإصابة اللي ابعدته تقريبا يا كريم لو انا مش غلطانة تقريبا 9 أو 10 شهور حاجة زي كده. تعالوا بقى نروح لمحمد صلاح، يعني من النني عايز اتكلم عن محمد صلاح شويه، وده كان خبر برده بقاله يعني قبل ما نبدا البرنامج كان نزل ما بقالوش ساعتين تحديدا، فلسه خبر جديد جدا. تعليقات كانت من رامي عباس وكيل محمد صلاح تحديدا، هو تنقلتها وكالات الانباء عن كواليس بقى ايه تجديد صلاح مع ليفربول الاخيره. هو قال كده ان اللاعب بيحصل على ما يزيد عن 1,000,000 جنيه استرليني اسبوعيا، اي 3 أضعاف راتبه الاسبوعي اللي كان في الاول مع النادي، وده وفقا لاحدى الدراسات، ركزوا معايا بقى، احدى الدراسات في كليه الاعمال بجامعه هارفارد الشهيره. يعني اتعمل على صلاح دراسه في جامعة هارفارد طبعا اللي حضراتكم عارفينها من أفضل جامعات في العالم كله، عشان يصبح أو هما وصلوا للنتيجة دي، النتيجة دي إن هو أصبح أغلى لاعب في ليفربول. فدراسة جامعية من جامعة عالمية كبيرة بتتعمل على محمد صلاح، فأنت مش عندك بس صلاح، ما بقاش فكرة هنا مجرد لاعب يعني، لا هو أيقونة بتدرس طبعا للوقوف على معايير كمان النجاح بتاعته. فخبر طبعا تداول بشكل كبير جدا رغم إن هو لسه ما بقالوش ساعتين أو ثلاثة يعني متداول أو تم الإعلان عنه، لكن طبعا برضو لو هنرجع لسر النجاح ده أنا بشوف رامي عباس وكيل محمد صلاح من الشخصيات أو الوكلاء اللي فعلا ناجحين جدا جدا جدا، وفعلا بيشوف اي فرصه او اي سبب علشان يحسن من وضع محمد صلاح، سواء بفكره احتراف في مكان تاني او بفكره حتى المرتب او العقد اللي هو يعني بيمضي عليه. ف يعني نتمنى ليه اكيد كل التوفيق، واكيد سعداء برضو ان احنا نسمع ان هو دلوقتي أكيد من قائمه التوب طبعًا يعني طبعًا في المرتبات. والحقيقه الثنائيه هايله بين محمد صلاح وبين مدير اعماله، يعني كل واحد فيهم على حده، نهاوند عامل اللي عليه وزياده، وواصل لسقف الجزئيه اللي هو بيعملها او المسؤول عنها محمد صلاح كلاعب وهو كمدير اعمال. الحقيقه طبيعي ان دي تكون النتيجه. ما خلي بالك هو رامي عباس مش هيقدر يحقق ده الا لو كان عنده الماده اللي يقدر يعمل بيها ده برضه محمد صلاح بالنجاح اللي هو واصل له، هو قادر ان يخلي رامي عباس يماركت لي الدنيا بشكل افضل كل فتره. فبس حلو ان انت دلوقتي العقد بتاعك هيخلص 2025 ولكن الراتب بتاعك الاسبوعي اصبح 3 أضعاف كمان، وبرضه ده نجاح. وخلي بالك برضه اللي انا قريته او من مستهل الخبر ان كان ليفربول في الاول مش عجبه قوي الموضوع، لكن رامي عباس استطاع ان هو يخليه يقبل هذا الامر، فيعني برضو ده نجاح اكيد. وليه ما يعجبوش ليفربول؟ ليه يعني بتاع ايه؟ وهيعوز ايه اكتر من اللي ابو صلاح بيعمله له في ارضيه الملعب؟ فربنا يزيده يا رب، ويزيده من النجاح كمان، ويزيده من التوفيق، ويزيده من محبه الناس. تعالوا بقى نكمل اخبارنا عن محترفينا في الخارج،
والخبر اللي جاي عن لاعب مصري الحقيقه برضو مشرفنا جدا في الدوري الفرنسي في الفتره الاخيره، وبغض النظر وبعيدا عن خساره فريقه بالامس وطرده هو شخصيا، الا ان انا بكلمكم عن مصطفى محمد طبعا، الا انه الحقيقه بيواصل فرض نفسه بمنتهى القوه مع نانت الفرنسي. امبارح فاز بجائزه افضل لاعب في الفريق طبعا خلال شهر سبتمبر، بالمناسبه دي للمره الثانيه على التوالي، يعني فاز الشهر اللي فات بنفس الجائزه، ودي برضو اشاره كافيه تورينا ان احنا بنتكلم على كواليتي لعبه واصل لدرجه ايه. والحقيقه ان مصطفى محمد متالق بشكل عام مع فريقه، وحصد هذه الجائزه بنسبه تصويت 47%، تفوق على كل اللاعبين من خلال هذه النسبة، كل لاعبين الفريق، وده تصويت جماهيري بالمناسبة. نجح اللاعب خلال الموسم الحالي في انه يسجل 5 أهداف خلال 7 مباريات في الدوري الفرنسي، ده في حد ذاته خلاه طبعا بطبيعة الحال هداف الفريق، بالإضافة ان هو بيحتل مرتبة الوصافة في جدول ترتيب هدافي الدوري الفرنسي في الموسم الحالي طبعا بعد كيليان مبابي. لو مشي بنفس المعدل ده احنا هنشوف عظمه. بص هقول لك على حاجه، مصطفى محمد من ساعه ما احترف طبعا لعب الزمالك السابق، يعني من ساعه لما احترف في الخارج واحنا كنا بنتكلم عن بجد مثال مشرف، يعني مصطفى محمد لا من اللعيبه المصريه الموهوبه جدا. وانا كمان بغض النظر عن الفنيات بتاعته يا كريم، انا بحترم جدا مواقف ليه، ومنها الموقف الاخير اللي حصل وبسببها تعرض لبعض المشاكل طبعا مع الفريق اللي حصل. ان يعني تحدثوا عن ان الدوري الفرنسي بيحترم حاجه معينه، وقال لك ده ضد مبادئي انت ما تفرضش عليا، ومن الحريات ان انت ما تفرضش برضو حاجه عليا، حتى لو انت عايز ان انت تخلي المجتمع يقبلها اوكي، بس كل واحد يعملها بس ما تفرضهاش ان انا اقبلها. فاحنا اتكلمنا في الموضوع ده طبعا. كان من فتره طويله، لكن مواقفه برضو تحترم. هو لاعب انا اعتقد ان هو فعلا ممكن يكون ليه مستقبل كبير جدا كمان، واكبر من الليفل او المستوى اللي هو واصل له. فبالتوفيق لكل المحترفين بتوعنا، واتمنى يكون عندنا اضعاف اضعاف كمان المحترفين. بس هي القصه كلها ان انت كمان تاخد دعم من الداخل عشان تقدر توصل لهذه المكانة. أولا تثق في نفسك، لأن ممكن يبقى فيه دعم وأنت مش واثق في نفسك، وممكن ما يكونش فيه دعم بس ثقتك في نفسك توصلك للعالمية. فقصة كلها مبنية على البني آدم نفسه في الأول وفي الآخر، بعد كده التوفيق والدعم من الداخل، وبعد كده طبعا الفرص اللي بتجيلك من الخارج. فنتمنى الوضع يكون أفضل بكتير أكيد كمان عدديا. هنتكلم بقى، او بما ان احنا بنتكلم عن الكره الفرنسيه دلوقتي، خلينا نروح للفيديو جراف ده، نتعرف على اكتر 10 فرق تتويجا بكاس الرابطه الفرنسيه من خلال هذا الفيديو جراف. خلونا بقى نتعرف مع حضراتكم على مجموعه من التمرينات الرياضيه الجديده السهله البسيطه اللي في المتناول، واللي كلنا نقدر نمارسها بمنتهى البساطه حتى في البيوت. هنشوفها ونتعرف عليها من خلال هذا التقرير، ونطلع بعديه فاصل ونرجع نكمل. يا صباح الخير على كل جماهير واعضاء النادي الاهلي في كل مكان. صباح الخير يا كريم، صباح الخير يا نهاوند. النهارده من جيم رجال النادي الاهلي في الجزيره هنتكلم عن تمرين البوش ابس. البوش ابس ليه اكتر من نوع بيستهدف اكتر من عضله، هنتكلم دلوقتي عن التمارين وهنعرف كل تمرين بيستهدف انهي عضله. عندنا البوش ابس، ابدا انزل على المات كده اهو، ده البوش ابس العادي، 1 2 3 ده كده اهو بيستخدم معانا التشيست. لو عايز استخدم الظهر او استهدف عضله الظهر اكتر، هفتح ايدي شويه وبوزع مركز ثقل الجسم، وببدا انزل. في الحاله دي السكابولا بتعمل ريتراكشن وبروتراكشن كده، 3 عدات. طيب انا ازاي لو حد ما بيعرفش يعمل البوش ابس ازاي اقدر اتعلم البوش ابس؟ اول حاجه هنزل على الني الركبه وهفرد الجذع خالص وابدا انزل كده اهو، 1 2 3. طيب بعد كده ممكن اعمل هاي بلانك، اقدر اثبت، وده بيزود الانديورنس على الذراعين، بحيث ان انا بعد كده ابدا ذراعي يشيل وزن جسمي. طيب بعد كده ممكن وانا عامل التمرين ده لو اصعبه شويه ابدا اعمل تاب شولدر، ممكن اعمل ان واوت، ممكن اعمل شولدر ريزز. كل ده بيزود من الانديورنس للذراعين. طيب بعد كده ببدا خلاص انا اتعودت على كل ده، ببدا خلاص من الوضع ده ممكن ابدا انزل اعمل كده اهو ستاتيك، وبيعمل انقباض ايزومتريك للذراعين. بعد كده خلاص انا كانت ركبتي كده اهو، ابدا ارفع ركبتي وابدا انفذ التمرين واحده واحده، 1 2 3. وفي الحاله دي ببدا اوزع مركز ثقل الجسم على جسمي كله عشان اقدر انفذ التمرين بالشكل الصحيح.
وبكده نكون عرفنا تمرين البوش ابس بيستهدف انهي عضلات وبيستهدف ازاي اقدر استهدف بعضله التشيست عضله الظهر، ولو ضيقت ايدي لجوه هستهدف الترايسبس. وكده نكون انتهت فقرتنا، نشوفكم في يوم جديد وصباح جديد من قناه النادي الاهلي. صباح الفل. اهلا بكل حضراتكم من جديد. في الفقره دي هنتكلم عن المنتخب المصري للسباحه بالزعانف، والحقيقه اللقاء ده كان لازم يتم خصوصا بعد اللي حققوه ابطالنا وفوزهم بالمراكز الاولى في بطوله العالم في صربيا اللي حققوا فيها 30 ميداليه مختلفه، فطبعا انجاز كبير جدا. خلونا نرحب بضيوفنا اللي منورنا، كابتن محمود نايل مدرب المنتخب المصري للسباحه بالزعانف، ومنورنا كمان اللاعبه ملك شريف لاعبه منتخب مصر للسباحه بالزعانف والحاصله على 3 ميداليات ذهبيه بسم الله ما شاء الله في بطوله العالم للسباحه بالزعانف. يا صباح الفل عليكم واهلا بيكم. صباح الخير، مبروك الانجازات الرائعه اللي بتتحقق. الله يبارك فيك. صباح الخير. ويعني السباحه بالزعانف من الرياضات اللي احنا انا وكريم مش اول مره طبعا نتكلم عنها ونستضيف فيها يعني ضيوف محققين كمان بطولات كبيره، بس انا عايزه اذكر الناس لو تسمح ابدا. يا ملك طبعا مبروك اولا، انا واخده واحده طبعا من ميدالياتك بس الف مبروك. حابه معاك كابتن محمود، خلينا نفهم اكتر عن السباحه بالزعانف وفكره برضو مصر والتالق اللي ابتدى يظهر بشكل كبير مؤخرا. احنا عارفين السباحه العاديه، لكن السباحه بالزعانف تحديدا مش حاجه كومن او مش كل الناس عارفه عنها. خلينا نعرف من حضرتك اكتر. هي الاتحاد المصري للغوص والانقاذ برئاسه الكابتن سامح الشاذلي رئيس الاتحاد، كان معانا ضيف من شهر تقريبا، ورئيس الاتحاد العربي ورئيس الاتحاد الافريقي وعضو في اللجنه، عضو في الاتحاد الدولي. احنا بقى لنا اكتر من 8 سنين بنجهز لهذا الموقف. السباحه بالزعانف في نوعين من الزعانف، في حاجه اسمها مونو هي زعنفه زي زعنفه الدولفين، وفي زعانف مزدوجه، الاثنين يعني زعنفه. احنا بقى لنا اكتر من 8 سنين بنجهز لهذا الانجاز. احنا السنه دي جايبين 30 ميداليه، جايبين 9 فضه و9 برونز و12 ذهب، ودي اول مره. السنه اللي فاتت كنا جايبين 14 ميداليه. بتلاقي المنتخبات المنافسه كلهم ماشيين زعلانين مش لاقيين ميداليات، ما انتوا شطبتوا الميداليات. يعني فرنسا زعلانه، كولومبيا الابطال العالم، يعني البطوله كانت قويه جدا. فرنسا كانت موجوده، ايطاليا ابطال العالم، روسيا كانت موجوده، اوكرانيا موجوده. الموضوع جاء بالعلم والفضل بيرجع طبعا للاتحاد، لان هو عمل معسكر شهرين قبل البطوله، تدريب، تغذيه، علاج طبيعي، علاج نفسي، كل الخدمات اللي موجوده اتسهلت للولاد بتوعنا. وبناء عليه عملنا ارقام جديده والنتيجه باينه. يعني ما مش هنقول ان البطوله فاضيه، 18 دوله موجوده في البطوله. احنا كنا الاول بنطلع الرابع خامس، السنه اللي فاتت طلعنا الرابع، السنه دي اول عالم اخذناها من فرنسا. الحمد لله احنا في تقدم بالعلم. فان شاء الله السنه الجايه عندنا بطوله العالم في فرنسا، ربنا يسهل، هيبقى الحمل زياده على الاتحاد وحمل زياده على وزاره الشباب والرياضه، لان هي بتدعم سياده الوزير اشرف صبحي. فالعمليه ان شاء الله السنه الجايه ربنا يوفقنا. موفقين ان شاء الله. إن طبعا شاء الله. بطوله عالم وفيها الناس الثقيله في الرياضه، وفكره ان انت تحصلي في وسط يعني في خضم يعني هذا الكم من ابطال العالم في الرياضه، يمكن ما كناش احنا لينا فيها السبق قوي او ما كناش من الرواد قوي فيها، لكن تحصلي على 3 ميداليات ذهب بسم الله ما شاء الله، اكيد القصه دي يعني ليها خلفيه. عايزين نعرف منك باختصار خلفيه مشاركتك وفوزك بالميداليات دي. قبل اي حاجه، وطبعا بشكر كابتن سامح الشاذلي ان هو كان دايما داعم لينا كلنا في فتره المعسكر وقبل المعسكر كمان. احنا الموضوع ما كانش سهل او بسيط، يعني احنا كنا في معسكر مغلق شهرين، تمرين صبح وظهر وبالليل، وبقى فيه طبعا الفتنس، وكان فيه متابعه تغذيه، وطبعا زي ما الكابتن قال المتابعه النفسيه دي كانت اهم حاجه عشان نبقى نتمرن كويس. قبل كده برضو انا كنت ثانويه عامه، فانا كنت بتمرن طول السنه في ثانويه عامه، ما كنتش بوقف برضو، كان صبح وليل ومع الدروس. الموضوع كان بالظبط، الموضوع كان صعب جدا، ما كانش سهل خالص. أكيد. بس طبعا بتوفيق ربنا، وان احنا كنا متاكدين ان احنا هنروح ونجيب الميداليات دي، وكان عندنا امل ان احنا نحقق الحاجات دي. بس الحمد لله ربنا هو بيدي كل واحد على قد تعبه ومجهوده.
بس الموضوع يعني كان صعب، بس ان احنا نشارك في بطوله زي دي كانت حاجه كبيره جدا بالنسبه لي. والسباقات برضو كانت المنافسه فيها كانت شديده جدا، بس طبعا توفيق ربنا هو مش بيضيع تعب حد ابدا. والموضوع يعني في الاخر بيبقى جميل. يعني ملك اكيد الاتحاد ساعد، واكيد انتوا عملتوا معسكر، واكيد المنتخب كله كان بيستعد، بس انت كملك استعديتي ازاي نفسيا كمان؟ مين اللي كان دايما بيدعمك من اهلك؟ مين دايما اللي كان يعني، اكيد كلنا بنتعب في وقت من الاوقات. حتى حضرتك كابتن محمود هتحكي لنا عن بعض القصص، اكيد حابين نسمع، لان اكيد في فتره يقول لك انا تعبت، انا مضغوط، الحاجات دي كلها اكيد الابطال بيمروا بيها. فملك مين اللي كان دايما بيحفزك؟ مين اللي كان دايما بيخليكي مستعده؟ هو طبعا كابتن سامح كان معانا في كل حاجه في التمرين. هو شخصيه محترمه جدا، انا مش بجامل والله. يعني انت فاكر طبعا يا كريم لو اتكلمنا عن البي واتش واتكلمنا عن الرقوص. هو كابتن سامح ما بيتعاملش ان هو رئيس اتحاد، كابتن سامح بيتعامل ان هو اصلا كان بطل عالم. القصه الثانيه بيتعامل معاهم ان دول ولاده، بيتعامل مع المدربين. انا دفعه سامح في السباحه، انا كنت بطل عالم في السباحه فدفعته، فكان بيتعامل معايا ان انا اخو الصغير، فدي بتخلي الولاد قريبين جدا مننا. احنا بنضغط بس هم ولادنا، فالحته دي وصلنا لمرحله ان هم لو حد تعبان احنا بنحل مشكلته. لو واحد عنده تعب في رجل، المونو بيبقى يعني المونو بيبقى ضاغط على الرجلين دايما جامد، ممكن نريحه، مش حاطين حمل عليهم. التسهيلات في بقى في كل حاجه، تخليص الورق، السفر، كابتن سامح هو اللي بيخلص لنا. يعني ما فيش رئيس اتحاد هياخد الجواز السفر وهو اللي يخلصها. كنت هقول كده فعلا مستحيل. يعني الولاد دخلوا المعسكر ما شافوش حد خالص الا بعد شهرين. التواصل مع الاهالي قليل، التليفونات مش موجوده، ما فيش تليفونات طبعا. لا لا لا، سايبين لهم التليفونات خالص. لا ما مش 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 حاجه عسكريه يعني. في ود هم قريبين، ودع اهلك بتتقال كل لاعب ودع اهلك. هم كويسين جدا. بصي هم ابطال وبيحاربوا ان هم يفضلوا ابطال. يعني كل المجموعه اللي معانا ما شاء الله، يعني ملك عامل السبق في الأربعة كيلو، احنا كنا ماشيين تاني فريق 150 من كولومبيا. لما تجيب سباحه قدامها 150 متر وفي الفينش تخش تلمس، خلت كولومبيا كلهم يعيطوا. حاجه فوق الوصف. مش هي انا عندنا ما شاء الله واحد مهاب، عندنا يعني مش عاوز اقول اسماء، جميله، ندى، عمر، عندنا واحد عمر طاهر من مواليد 2008 ناشئ، لسه قدامه السنه دي طالع اخد 3 تاني، السنه الجايه هيبقى هو الاول ان شاء الله في الزعنفه المزدوجه. قدامه 3 سنين. بنتكلم على ابطال عالم ومن اجيال مختلفه. يعني حضرتك شخصيا كنت بطل عالم في الرياضه دي. لما احنا واصلين لبطوله العالم وعبر اجيال مختلفه، ليه اسمنا برضو مش منور قوي في الرياضه دي كما يستحق؟ مش اخدين الدعايه، ومش اخدين المفروض تتاخد اللعبه. احنا تصنيفنا ايه عالميا برضو يعني؟ احنا طالعين ب 30 ميداليه واخدين 12 دهب. تصنيفنا السنه دي اول عالم انديه. اللي بعدينا فرنسا، ايطاليا، كولومبيا. فدي حاجه من يعني السنه فاتت كنا الرابع. احنا في تقدم ارقام، الارقام القياسيه بتاعتنا بنكسر في الارقام بطريقه كويسه جدا ما شاء الله. في مدربين كتير، كابتن فارس، كابتن شريف حبيب، في مجموعه كتير، كابتن حسن هاني، مجموعه مدربين كل واحد اخذ تخصص معين وشغال عليه. انا وفارس اخذين، انا وفارس وحسن اخذين الطويله، كابتن شريف اخذ القصيره. ففي تقدم وشغالين، والسنه الجايه هيبقى ان شاء الله حمل علينا وفي تقدم اكتر. وربنا يسهل ان شاء الله. والتجهيز النفسي بقى، يعني خليني اسال ملك، الاعداد النفسي ممكن اكون عندي اعداد قوي جدا الاتحاد بيعمله او بتعمليه في المعسكر فنيا، بس الاعداد النفسي برضو لكل بطل بيبقى مختلف. ازاي عديتي نفسك نفسيا؟ كنت بتبصي كمان على الكومبيتيتورز التانيين؟ مين اكتر حد كنت قلقانه منه او من المنافسه بتاعته؟ نفسيا احنا لو مثلا في التمرين بنبقى تعبانين، بس لما بنفتكر ان احنا مدربين بيدوسوا علينا عشان مصلحتنا، ان هم مش عايزين يأذونا ابدا،
فبنكمل وعايزين نكمل. فلما برضو بنفتكر ان لما انا اروح هناك واجيب اول عالم واسمع النشيد الوطني دي حاجه بتحفزني اكتر في التمرين. في المنافسه ان احنا مش عندنا منافسه قوي بره مصر، ان احنا في مصر يعني في السباحه الطويله متميزين فيها جدا، فالمنافسه ممكن عندي انا في البنات مش كتيره، احنا بننافس احنا مصريين اكتر، بس في منافسه بس مش قويه، يعني احنا بنات مصريين بننافس بعض اكتر من بره. الموضوع يعني بيبقى ان انا بحفز نفسي ان انا اسمع نشيد وطني وابقى اول عالم، ودي حاجه كبيره طبعا، حاجه كبيره جدا، هي هي اللي كانت دايما بتخليني اكمل وان انا ما افقدش الامل ابدا. حلو جدا. في حته حضرتك مقصف، في حته صغيره يعني لاحظناها، ان الولاد مش عاوزين يزعلوا كابتن سامح الشاذلي، يعني وصلت المرحله انا بعوم عشان ما يزعلش مني. وانا ده نجاح ليه على فكره طبعا، يعني يحسب ليه فعلا، الابطال عاملين له الحساب ده لان هم بيحبوه في الاول وفي الاخر، يعني ده نجاح بصراحه. هو اب ليهم، وساعات بيجي علينا عشانهم، يعني ممكن يجي عليا يقول لي ما خف عليهم، بلاش تزعلهم. باين على حضرتك شديد في التمرين يا انا راجل محمود. عسكري الاول، خلاص كده عرفنا. وبطل عالم في السباحه، وما بحبش ان احنا نقلل من قيمه مصر ناحيه عسكريه بقى كمان. فكابتن سامح الشق الحنين وحضرتك. فلازم واحد كده، واحد مطلوب ده على فكره طبعا، ده مطلوب جدا، يعني اكيد برضو كان من ضمن عناصر التميز اللي شفنا عليه كل يعني ابطالنا وبطلاتنا، فكره كيفيه التعامل الامثل معاهم عشان يوصلوا اللي هم وصلوا له ده. مظبوط. بتستعدوا ايه بقى الفتره الجايه ان شاء الله؟ في بطوله افريقيه في شرم الشيخ دي بنستعد لها، في قبلها. طب انت كبطله عالم بالنسبه لك دلوقتي لما تتكلمي على بطوله قاريه ده وانت مغمضه الموضوع خالص. لا بس هي عندها احنا عندنا منافسين في مصر، يعني احنا عندنا ثلاث اربع سباحات في مصر قويه جدا ما شاء الله، فبرضه هي مش معقوله هتضيع جايه من بطوله عالم هتضيع بطوله افريقيه. انديه اخرى مش في النادي اللي هي بتتمرن فيه؟ لا يعني؟ لا احنا في المنتخبات. انا بتكلم دلوقتي بطوله افريقيه، بطولة العرب، احنا دي منتخبات. لا التدريبات بتاعتهم قبل ما ينضموا للمنتخب بتبقى انديه مختلفه. أندية يعني هم من انديه اخرى. انديه مختلفه، احنا بنجمعهم قبل البطوله الافريقيه، وهنجمعهم بشهر نبدا ان نعمل المعسكر. طبعا البطوله العربيه احنا الفجوه كبيره جدا بيننا وبين كل العرب، يعني احنا في حته افضل خلينا نقول بكتير جدا كويس. يعني بالنسبه لنا احنا الاول عالم ترتيب عام دول، فجوه يعني بيننا وبين افريقيا كلها. حتى هو قوام المنتخب بيبقى يعني جاي بالكامل من النوادي، ولا بيبقى فيه مساحه في حال وجود حد سباح استثنائي ولكن مش بيلعب بشكل نظامي في نادي من الانديه، وحد من حضراتكم مثلا ايه شافه وعينه راحت عليه، ففي مساحه لكده، ولا لازم يكون الرياضي ده عفوا من الاول في نادي؟ لا هو احنا بنختار بناء على بطوله الجمهوريه اللي بتقام، ممكن من مراكز الشباب، احنا عندنا في مراكز شباب مثلا، بطوله الجمهوريه مدارس مثلا. لا الزعانف مش في المدارس، مفيش، مش ده احنا بناخده من مراكز الشباب، من الاكاديميات الخاصه. بالمناسبه ليه مفيش موجوده في المدارس دي؟ ممكن تبقى نواه لاجيال مستقبليه كتير. والله هو كابتن سامح ان شاء الله، او ان شاء الله في امل ان هي تخش المدارس الزعانف المزدوجه قريب جدا، يعني هو بيجري على ان هي تخش ان شاء الله المدارس، هي موجوده السباحه القصيره موجوده فيها. اوكي. حتى الطويله مش موجوده. الزعانف قريب ان شاء الله كابتن سامح بيجري ان هو يعملها. زي البطوله الافريقيه لما ماسك رئيس الاتحاد الافريقي بدا يعمل بطوله افريقيه، واول بطوله افريقيه هتتعمل عندنا ان شاء الله في الزعانف في شرم الشيخ باذن الله. حلو جدا، حلو. طيب ملك سؤالي ليكي، يعني خلينا نرجع شويه لورا، انت ابتديتي في السباحه العاديه وبعد كده بقيتي زعانف، يعني خلينا نعرف يعني البدايه بتاعتك. هو انا كنت سباحه عاديه في الاول. مين اللي معظمهم كده صح؟ يعني كنت ابتديت وانا عندي 6 سنين، بس ما كملتش فيها، يعني اول ما عرفت الزعانف اتجهت فيها على طول. انا بلعب زعانف يعني من وانا صغيره قوي، وابتديت كمان 8 سنين فابتديت حتى لبست المونو على طول. وكنت عادي في الاول ببتدي بطولات منطقه، وكنت قبل كده بنزل بطولات براعم عشان ما كانش، كنت صغيره وما كانش ليا مرحله العب فيها، فكنت بنزل بطولات براعم، ولو كنت بنزل بطوله مراحل كنت بنزل مع ناس اكبر مني.
عشان انا كنت اصغر منهم. فلحد ما ابتدى بقى يبقى ليا مرحله وابتديت اعلق تتابع، بعد كده الفردي، بعد كده ابتديت واحده واحده امشي. بس ده كنت دايما عندي هدف ان انا كان نفسي اطلع بطوله عالم. بقى سنتين معانا في بطوله قد كان بالفعل. طب مش دلوقتي الهواند رجعت بيكي لورا، انا هطلع بيكي لقدام. مفكره في اللي جاي ازاي؟ متخيله ان انت ممكن تكملي في الرياضه دي لاي مرحله؟ وهل ناويه بعد كده ان شاء الله بعد مثلا ما تتخرجي من الدراسه، هل حابه ان الرياضه دي تكون هي طبيعه شغلك بشكل او باخر، سواء تدريب او غيره، ولا مفكره في المستقبل ازاي؟ هو انا نفسي اكمل طبعا، عشان انا مش بحبها كرياضه عاديه، هي بالنسبه لي يعني هي حياه. بالظبط، هي حياه بالنسبه لي. بالظبط، عشق الميه حاجه تانية خالص. الناس مش ما عندهاش الفكر ان احنا بنعشق الميه، هم بيعشقوا الميه وهي بتعشق المونو. يعني المونو ده طبطب عليه وبتمسحه بالكلام ده بجد وتبدره. لا طبعا، يعني الحاجات دي بالنسبه لهم حاجه تانية خالص. بتفرق لما اكون بحب حاجه غير لما اكون حاجه بمارسها وخلاص. طبعا بشكل كبير. فلا، نفسي اكمل، نفسي ما بقاش في المرحله دي، نفسي اعلى اكتر واكتر في بطولات دوليه كتيره. يعني نفسي ابقى اروح بطولات مثلا ما حدش راحها، اجيب ميداليه ما حدش جابها قبل كده، ابقى انا مثلا اول بنت جبتها. مش عارفه ممكن اخد القرار ان انا ابطل سباحه دي امتى، لان القرار ده كنت باجله. لسه معانا ان شاء الله. ممكن لما اخلف عيالي مثلا. ربنا يرزقك ان شاء الله. انت عندك كام سنه؟ 18. طب لسه بدري يعني، لسه 10 سنين كمان ان شاء الله. 10 سنين كمان. الثقافه المجتمعيه اتغيرت، يعني بالذات في السباحه. يعني في رياضات بعينها زي السباحه، زي الجمباز، في كتير من الاهالي، ودي من الحاجات اللي اتكلمنا فيها انا ونهاوند في البرنامج هنا كتير، لان الحقيقه شايفين انعكاسات ليها في الفتره الاخيره، ان في تغير جذري في النظره المجتمعيه وفي نظره الاهل ليه ان بنتهم تحديدا البنات ما يقفوش عند مرحله معينه من ممارستهم للرياضه. يعني والكلام ده ينطبق على السباحه، فواضح ان في تغيير في الاطار ده. تغيير كامل. الرياضه بقت عشق للناس كلها والبنات اكتر. التطور اللي حصل ان دلوقتي بقى في مايوهات للمحجبات. اوكي. المايو بتاع المحجبات بيتعمل بطريقه معينه من بتاع يعني هي بتلبس شبه مايو محجبات وتدخل بيه في منافسات عادي، يعني مفيش مشكله عند في المسابقات العالميه مثلا ما بيعترضوش يعني. لا، بس المايو نفسه هي بتلبس مايو من رجليها. أوكي. بس هي الكتف باين. أوكي. في بقى مايو، بس هو من مادة زي كاوتشوك كده بتعمل طفو زيادة بتديها سرعة أكتر. فبقت العملية بقت هم بيساعدوا. ده سبب أدعى. خلينا نسأل حضرتك نفس السؤال، يعني المسابقات الدولية وبطولات العالم ما يوقفوش قدام مايو من النوع ده مثلا؟ فكرة أنه زي معين يتعرض يعني أسبقية ده مايو دولي مختوم بختم السيمس. أوكي. لا يعني ده حاجة مواصفات يعني وأغلى من المايو العادي. يعني دي رفعت المعدل بتاع البنات عندنا في السباحه بنسبه 90%. رائع جدا. عامه احنا سعداء ان يبقى عندنا في مصر كمان طفره كبيره. كنا بنتكلم في الانترو عن السكواش وازاي محققين نجاحات كبيره على مستوى الرجال والسيدات، دلوقتي كمان نقدر نتكلم سباحه بالزعانف. فبالتوفيق ان شاء الله في كل اللي جاي. كابتن محمود، توفيق مالك بجد، نموذج جميل. واوعد خليها تبطل. لا لسه لسه بدري يعني. انا من 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 هذا البرنامج الجميل. انا بشكر طبعا كابتن سامح الشاذلي رئيس الاتحاد على الدعم اللي هو عمله لنا، طبعا بنشكر سياده الوزير دكتور أشرف صبحي. بصراحة ما سبناش، وكل ميدالية كنا بنجيبها بيتصل بينا بالتليفون مع كابتن سامح. وامبارح كنا عندنا حفلة تكريم معاه على الفرح اللي هو شافها لما جبنا 30 ميدالية. يا رب دايما فرحانين ومنتصرين، مصر كلها تبقى فرحانة وفرحانين بيكم مزيد. الله يخليك، نورتونا وشرفتونا ومبروك على اللي اتحقق لغاية دلوقتي، وإن شاء الله مزيد من النجاحات إن شاء الله. نورتوا الدنيا كلها. ميرسي جدا. هنطلع فاصل سريع ونرجع نكمل، خليكم معانا. برحب بحضراتكم انا وكريم في الفقره الاخيره. وعندنا بصراحه كلام كتير جدا في الكره العالميه، سواء بتتكلم عن دوري ابطال اوروبا او دوريات اوروبا والدوري كمان طبعا السعودي. خلينا نتكلم في كل ده مع الاستاذه منى عمر، منورانا الناقده الرياضيه.
الرياضيه. صباح الهنا. صباح الفل. منوره الدنيا يا بنت. ميرسي يا كريم. اخبارك ايه؟ كله تمام؟ اه الحمد لله زي الفل. بقالنا فتره كل ما بنتكلم على ملف التحكيم عندنا بصفه خاصه من ضمن الحاجات اللي بتتقال، هم ليه بره ما عندهمش كده؟ يعني ليه ما بنشوفش النوع ده من الاخطاء التحكيميه بره؟ الظاهر من كتر النبر بتاعنا اصبح هناك اخطاء تحكيميه زي اللي شفناها طبعا في ماتش ليفربول وتوتنهام. تداعيات اللي حصل ده ايه؟ مبدئيا طبعا خلينا نفكر الناس سريعا كده ان المباراه خلصت لصالح توتنهام طبعا 2-1، كان في هدف ملغي لليفربول عن طريق لويس دياز وهدف صحيح 100%، ولكن هو تم الغائه بداعي التسلل او ان هو كان اوفسايد. يعني حصل حالتين طرد ليفربول في المباراه، كورتس جونز وديوجو جوتا. فطبعا بعد المباراه بدات الامور يبقى فيها اشتعال اكتر، خصوصا بعد اعتراف، وخلينا نحط تحت كلمه اعتراف دي مليون خط، اعتراف لجنة التحكيم بالاتحاد الإنجليزي بخطأ الحكم وإن الهدف كان صحيح 100%. لو طرديني يبقى في تعسف صريح ضد الفريق. مش تعسف، يعني خلينا نتكلم في واقعة الهدف الأول وبعدين فكرة الطرد بقى أو الإنذارات أو دي خليها على جنب. فبس كان اعتراف لجنة التحكيم كان واضح وصريح بنسبة 100% ان الهدف كان صحيح وان كان الغائه كان خطأ، ولكن هم بروزوها فكرة الخطأ البشري. ولكن فيما بعد تم اعلان ايقاف حكمي الفار في المباراة. هو ده الكلام عقبال عندنا. ليفربول ما مسكتش الحقيقه برضو، هو حب ان هو يدافع عن حقه بعد البيان بتاع لجنه الحكام. هو اصدر بيان رد عليهم وشاف انه اعترافهم بالخطا او ان هو وصفه ان هو خطا بشري بالنسبه له ده امر مش مقبول، وان اللي حصل في المباراه اخطاء زياده عن اللزوم يعني، وان هي كان فيها تعنت. بعد كده برضو لحد امبارح كان في بعض التقارير بتقول ان ليفربول طلب ان هو يسمع الحديث اللي حصل ما بين حكم الساحه وحكمي الفار وقت لقطه هدف لويس دياز. يعني اعتقد برضو كل البروباجندا او مش بروباجندا يعني او كل الاعتراض ده، لان كان ليفربول لو كان كسب المباراه دي كان هيتصدر الدوري، خصوصا كان بعد تعثر مانشستر سيتي قدام. طلب ليفربول ده غير مسبوق، فكره ان احنا عايزين نسمع الحوار الصوتي. لا مش غير مسبوق، هو اصلا المفروض ان كان هيتطبق ده، وان كان هيتم اذاعه الاحاديث ما بين حكم الساحه وحكمي الفار، اذاعتها للناس، الناس تتفرج عليه او الجمهور او الانديه او يتفرجوا او يسمعوا او يشوفوا، حتى اللي قاعدين في الاستاد الجماهير يبقوا عارفين اللي بيحصل في غرفه الفار. ومش عارفه احنا ليه بناخد الموضوع ان هو توب سيكريت، يعني ما هو ده حديث ما بين حكم وبين حكم، ده بيقول رايه وده بيقول رايه، القرار في النهايه تمام لحكم الساحه، بس ايه المشكله ان انا اسمع الحوار او اعرف الحديث؟ ما انا بعد كده هعرفه، يعني هتفرق في ايه؟ لكن ربما احنا بعد كده بنعرف نتيجته، ما بتعرفوش هو. ما بتعرفوش هو، بس هي حصلت عندنا هنا وانت سمعت اللي حصل، يعني ما بين في مباراة الزمالك والمقاولون العرب، يعني سمعت الحديث اللي دار ما بين هنا وما بين هنا. وربما هم مثلا بره يعني عندهم تخوف مثلا من اذاعه الجزئيه دي مثلا اثناء المباراه، ان ممكن يحصل احتجاج من قبل الجماهير، ممكن يحصل شحن. ممكن الامور دي فعلا تكون موضوع في حسبانهم يعني. كويس. بالنسبه لبقى صلاح اتكلم عن المحترفين بتوعنا شويه، انا وكريم كان معانا خبر عنهم، اتكلمنا عن النني وعودته مره ثانيه للتدريبات بعد غياب تقريبا وصل لتسع شهور، اتكلمنا عن مصطفى محمد وهو اتطرد، ولكن برضو مصطفى محمد بغض النظر عن بعض العكوسات اللي بيواجهها كان مؤخرا من ساعه الموقف اللي هو اتخذه وعلى اثره، يعني كان في زي عقوبه او حاجه، بس طبعا كلنا احترمناه في القرار بتاعه، ولكن هو بيتعرض لبعض العكوسات، لكن يظل مصطفى محمد من المحترفين بتوعنا اللي بجد متوقعين ليهم كمان مستقبل كبير جدا، لان هو فعلا لاعب يعني موهوب بشكل كبير. عندك كمان محمد صلاح طبعا يمكن ما كانش محظوظ في الفتره اللي فاتت او الاسبوع اللي فات تحديدا، لكن في فرصه لسه ليفربول ان هو يعوض، خصوصا احنا كمان كان معنا خبر خاص بالتجديد بتاعه وان هو زاد تقريبا 3 أضعاف اسبوعيا، واصبح كمان دلوقتي بدراسه اتعملت في اوكسفورد هو اغلى لاعب موجود. فيعني
كل ده بتشوفيه ازاي تحديدا؟ انا سؤالي عن يعني الاحوال بتاعه المحترفين بتوعنا في الدوريات المختلفه. هو لو هنبص طبعا لو هنكمل كلامنا عن المحترفين بس ممكن نربط بقى بمباراه ليفربول ووضع محمد صلاح. ان هو يعني صلاح سجل هدفين لحد دلوقتي تقريبا ثلاث اهداف في بريمير ليج لحد دلوقتي، بعيد شويه عن صراع الهدفين، بس احنا بنتكلم في سبع جولات بس فلسه الامور بدري شويه. وضع ليفربول كمان في جدول الدوري احسن حالا من السيزون اللي فات برضو، لو هنبص انه في خلال بس سبع جولات فهو من ضمن الـ 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 المنافسين، وزي ما قلنا لو كان كسب مباراه توتنهام كان هيتصدر جدول الدوري بعد خساره سيتي امام. واكيد هو هيبقى عايز يعوض، اكيد تحديدا صراحه لو هتكلم اكيد عايز يعوض المباراه دي بغض النظر عن ملابساتها بقى التحكيميه. ده اكيد. وبعدين لسه المشوار طويل، لسه الموسم في اوله زي ما بنقول يعني، فلسه قدامه مشوار طويل. مش عايزين نقول يعني هو كان مثلا في جدل شويه الفتره الاخيره بالنسبه لصلاح وخروجه بديل او يعني خروجه من المباراه، تغييره يعني من قبل طبعا المدرب الالماني يورجن كلوب. وكنا بنشوف صلاح في البدايه كان بيبقى معترض، كان بيبقى متضايق، كان بيبان على وشه علامات الغضب. مش عارفه وقتها كان ليه ده بيحصل، برده غريبه يعني. هي مش غريبة، هنرجع نقول في الآخر إن هوند هي وجهة نظر فنية، هو المدير الفني شايف ده أو شايف إنه صلاح مثلا لحد الدقيقة دي خلاص مثلا هو جاب مثلا يعني هنقول إن هو خلاص ده ما ده ما كانش بيحصل معاه قبل كده يعني، ده اللي أنا بقوله. ما هو أنا بقول بقى إن هو ربما هو شايف مثلا ممكن أنا في الوقت ده ممكن أخرج صلاح، أنا أنزل لاعب تاني بديل هيرفرش الملعب، هيديني بدنيا مثلا أكتر، ربما دي ممكن تكون وجهة نظر. حلو، هيرفرش الملعب غير مسبوقه ما اتقالتش في اي برنامج رياضي، اذا احنا لينا السبق طبعا هيرفرش الملعب طبعا. طيب دلوقتي في دوري الابطال من ضمن الماتشات اللي جايه ان شاء الله هيكون في ماتش يعني ناس كتير اعتقد هتبقى قاعده مستنيه تشوف نتيجته هتسفر عن ايه، اللي هو مانشستر سيتي ولايبزيج. وكتير من جماهير لايبزيج اعتقد ان هم يعني ايه قاعدين متربصين لهالاند تحديدا، لان في اللقاء اللي جمع بين الفريقين قبل كده كانت النتيجه 7-0 لصالح مانشستر سيتي، منهم 5 هالاند لوحده جابهم. فاكيد الجماهير لايبزيج يعني عايزين يقتلوه. كريم حاطط هالاند في دماغه بقى له فتره من بني ادم السيزون اللي فات. توقعاتك الماتش ده هيبقى عامل ازاي؟ هي المباراه طبعا هتتلعب على ملعب لايبزيج، وانا عايز اقول لك بقى مفاجاه انه المرتين السيتي لعب فيهم مع لايبزيج بره ارضه تعادل مره وخسر مره. الله. فعلا مره كانت في المجموعات ومره كانت في دور ال 16، هم كمان كانوا مع بعض واجهوا بعض طبعا السيزون اللي فات زي ما انت ما قلت، وسيتي كسب 7 بس ده كان في ملعب الاتحاد، كان في انجلترا يعني. هو ربما التحفز ده من جماهير لايبزيج لهالاند يمكن مش عشان الخمس اهداف، هو كان ليه تصريح شهير بعد المباراه لما اتسال عن النتيجه الكبيره لفوز مانشستر سيتي وان هو لوحده مسجل 5 اهداف، فهو رد عليهم قال لهم انا كنت عايز اسجل اكتر من كده. فهو ربما أيوة بالظبط يعني. كده فهو ربما بقى منتظرينه المره دي، اما هيسجل اكتر من كده فعلا اكتر من كده في الماتش اللي جاي هيبقى حاجه غير مسبوقه برضه. هالاند يعني ما نقدرش نتكلم او ما يختلفش عليه اتنين حقيقه يعني، امكانيات ومهاره وموهبه، يمكن هو هيظلمه ان هو لاعب نرويجي يعني، ولكن هو لاعب كامكانيات لاعب كره قدم فهي امكانيات هايله جدا يعني. طب. عايز ارجع بس لنقطه مصطفى محمد عشان كانت نهاوند سالتني عليها. هو انطلاقته السيزون ده مميزه جدا جدا مع نانت يعني، هو كمان لسه امبارح كان اخد لاعب الشهر في في الفريق، الشهر الثاني على التوالي بالظبط كده، دي كانت المره الثانيه على التوالي. وقعت الطرد احنا مش عايزين نظلمه فيها برده. هو اتنرفز جدا يعني، خلينا نكون منصفين يعني، هو اتنرفز جدا. تصرفه خلينا نقول هو لازم يكون عنده ضبط نفس اكتر من كده، لان الامور بره بتختلف عن الامور في اوروبا غير الامور محليا يعني. ولكن يعني انا فوجئت او يعني كان دعم برضو من المدرب بعد المباراه لما دافع عن مصطفى محمد، وهو حتى قال ان الحكم كمان تصرفه ما كانش افضل حاجه وكان المفروض هو كمان يتحكم في اعصابه. ففكره برضو ان المدرب يدافع عن اللاعب بتاعه قصاد الاعلام وقصاد الجماهير برضو دي
دي هتدي يعني ثقه حتى للاعب بعد كده. اخطا اكيد مليون في الميه اخطا، ولكن دعم المدرب حتى ما خلاهوش هو في الوش قصاد الجماهير، لان هو كمان هم خسروا المباراه، فما خلاهوش في الوش قصاد الجماهير. فده برده يعني علاقته مع يعني ده بيدل ان علاقته مع المدرب جيده. بالظبط كده، جيده جدا يعني. نروح للدوري السعودي شويه. طيب سو فار نقدر نحكم يعني حتى هذه اللحظه، احنا قلنا في البدايه ولما كنا بنسمع عن الصفقات العديده جدا قلنا لا يمكن نقدر نحكم هتبقى يعني زي ما بتقال كده مشروع ناجح او فاشل من دلوقتي، لسه بنشوف. دلوقتي احنا لسه برضو في البدايات، لكن سو فار زي ما بتقال حتى هذه اللحظه هل هم ماشيين بخطوات جيده؟ هل فرق فعلا الصفقات الكبيره؟ بتكلمي في صفقات عديده جدا لاسماء عالميه كبيره، مش انت جايبه صفقات اجنبيه وخلاص، لا دي صفقات عالميه كبيره جدا او من اكبر الصفقات، اثرت أو أتت ثمارها خلينا نقول بنجاح حتى هذه اللحظة ولا لسه؟ هقول لك ممكن هتبان إمتى؟ مع الفرق المشاركة في دوري أبطال آسيا. هنا هيبان الفرق، لأنه احنا بنتكلم في الدوري السعودي معظم الأندية أو خلينا نقول كبار أندية الدوري السعودي دعمت الفرق بتاعتها بنجوم كبار، تمام؟ عندك اتحاد جدة، عندك الهلال، عندك الأهلي، عندك النصر، بالظبط كده. فالمنافسة ما بينهم يعني خلينا نقول إن هي المفروض إن هي هتبقى متقاربة يعني ما بين الأسماء الكبيرة. ده هيبان إمتى بقى تأثير الصفقات القوية دي؟ هيبان في دوري ابطال اسيا، لان في دوري ابطال اسيا انت هتلعبي الدول تانية، مش هتلعبي نفسك يعني. فده التاثير ده اعتقد ان هو هيبان اكتر في دوري ابطال اسيا. ولكن خلينا نقول يعني مش هجيب لاعب بحجم رونالدو او مش هجيب لاعب بحجم محرز، نيمار، كل الاسماء دي كلها ومش هتاثر لي مع الفريق، اكيد هيكون ليها دور. طيب ممكن في الفتره الاخيره احنا يعني ناس كتير كانت فاهمه ان الموضوع وقف عند الاسماء اللي حضرتك ذكرتيهم من شويه، لا ده كمان بقى مؤخرا في اصوات بتطالب بزياده عدد المحترفين في الدوري السعودي. ايوه بس كده المحليين في كل فريق في 10 ايوه أجانب. يعني طب معلش والمحليين هيلعبوا احتياطي يعني، دي نقطه بقى هنتكلم فيها ان ده اصلا ممكن يعود بالسلب على المنتخب السعودي. بالظبط، يعني لما هيبقى لما انا هزود عدد المحترفين انا هوصلهم ل 10 وهم بيدرسوا ده فعلا. كان في اجتماع اصلا في الاتحاد السعودي امبارح، يعني مش مجرد اشاعات، ده كلام حقيقي وكلام. كان في اجتماع فعلا في الاتحاد السعودي امبارح ان هم عندهم 8 حاليا، 8 محترفين في كل فريق، 8 محترفين براحتك يعني 8 اجانب مسموح ليك. اوكي خلاص، هم بقى بيدرسوا ان الموضوع يزيد ل 9 و10 ولو اتوافق عليها يتم تطبيقه كمان من السيزون الجاي. طب شايفه بقى دوري صناعه دراسه بعيده المدى، شايفه ممكن يتوافق عليه فعلا الاقتراح ده؟ وارد جدا يتوافق عليه، وارد جدا يتوافق عليه. هو هيفيد ولا هيضر كرة القدم السعودية في الحالة دي؟ يعني برضو دي ما تقدرش ان انت تحكم عليها دلوقتي، بس بكل تأكيد اكيد المنتخب السعودي هيتأثر، لان لما هيبقى معظم الاساسيين في الفرق في الدوري السعودي اجانب، انت بتتكلم في 10 يعني السعوديين الوحيدين هيبقوا هم المشجعين تحديدا، انت بتتكلم في 10 في كل فريق يعني هتضيف عليهم واحد. طبعا يعني مش هنقول مثلا طيب ان الفريق هيلعب بالعشره، قول هيلعب بثمانية، تمام، واثنين بره احتياطي، فانت هتزود على الثمانية هي هتزود عليهم ثلاثة. طبعا فالثلاثة دول المفروض ان هم اللي يبقوا بعد كده عندي اساسيين في المنتخب السعودي. فاعتقد الموضوع برضو المفروض ان يعني يبقى فيه نسبة وتناسب، ولا هيبقى فيه تجنيس بعد كده؟ وارد برضو. شوف انا بروح لبعيده، كله وارد فعلا طبقا للي بيتقال، ففعلا كله وارد. وارد، تخيل. أوكي. وارد جدا، تخيل نلاقي نيمار سعودي. جد وارد جدا جدا. بصي بعد كل اللي حصل اسمه عبد الرحمن السيد نيمار. بالظبط كده، بعد اللي حصل الاسماء الكبيره اللي احنا سمعناها وسمعنا التفاوض معاها حتى اللي ممكن نقول الصفقات اللي ما كملتش، بس الطموح نفسه وصل لحد ميسي، انا جبت رونالدو، جبت نيمار، جبت محرز، جبت ماني، في كلام على ليفاندوفسكي، يعني كل الاسماء دي. هو ده كل ده جميل، بس في المقابل مش كان المفروض يبقى في حد شغال على صناعه نجم سعودي بالظبط؟ المفروض تدعيم الناشئين، تصعيد المميزين منهم،
صناعه البطل المحلي علشان اللونج تيرم بلان. يعني دي ممكن تبقى شورت تيرم بلان، انا دلوقتي بنجح في الثلاث اربع سنين دول، بعد ما العقود تخلص فين بقى اللونج تيرم ان انا ببني فرق مختلفه من المحليين بتوعي والناشئين زي ما كريم بيقول، وبعد كده السعوديين نفسهم عشان المنتخب. يعني بالظبط، هو يعني هو ما هو المفروض ان يكون الدراسه، يعني حتى لو انا بخطط لده لمجرد او لهدف معين خلال الثلاث اربع سنين اللي جايين، بس انا المفروض ان انا يكون عندي خطه طويله المدى علشان المنتخب السعودي، عشان اطلع نجوم سعوديين يدعموا المنتخب بتاعي في البطولات العالميه. ولا سيما ان المملكه السعوديه طول عمرها عندها لعيبه حريفه. بالظبط طبعا، اللعيبه يعني السعوديين بيتألقوا فعلا في دوري ابطال اسيا، يعني بيعملوا شغل ممتاز. بالظبط بالظبط. بصي هي تجربه فريده من نوعها، خلينا نقول بجد. صحيح. وفعلا صعب ان انت تحكم عنها دلوقتي، يعني ان احنا نطلع وحد بقى يطلع يقول لك لا 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 دي تجربه ناجحه، لا مش هصدقك، ولا لا لا تجربه فاشله مش هصدقك. لازم اشوف، ما فيش حاجه سابقه ليها. بالظبط كده، لازم تستني شويه عشان تشوفي النتيجه بتاعتها. طب انت شفتي لغايه دلوقتي ايه النتيجه اللي اتحققت لحد اللحظه؟ يعني لحد دلوقتي هي الفكره في ايه؟ يعني انا قدرت كدوري سعودي في وقت الانتقالات الصيفيه خليت العالم كله بيتكلم على الدوري السعودي، خليت مدربين بحجم كلوب جوارديولا يتكلموا على صفقات الدوري السعودي، وخليت مدرب بحجم كلوب يبدي قلقه من انه باب الانتقالات في الدوري السعودي مستمر لبعد يعني وقته بيغلق، يعني بعد غلق باب الانتقالات في الدوري الانجليزي. بس كل فريق خايف بقى على اللاعبين اللي حلته. بالظبط كده. بالظبط كده بالظبط كده. واعتقد كلوب كان معانا فتره مش سهله بسبب الكلام عن ضم محمد صلاح. بالظبط. وبعدين كلوب نفسه او ليفربول خرج منه اكتر من لاعب، راحوا الدوري السعودي، هندرسون قائد الفريق، لعيبه كتير، فيرمينيو كان عقده خلص بس راح، هو كان لاعب سابق في ليفربول. فكل الناس دي انا قدرت اخلي العالم كله يتكلم عليا، خليت مدربين يتكلموا على السعوديه. خليني اقول لك كمان، هو ده ذكاء بصراحه. يعني انت حطيت السعوديه في حته ثانيه خالص، وده لازم يعني زي ما بتمشي نديك رد، لازم نتكلم عن النقطه دي. فعلا في انتقال كبير جدا، نقله نوعيه في السعوديه اكثر من رائعه. دلوقتي بقت واجهه على فكره سياحيه، الناس دلوقتي ممكن تسافر. مين كان يتخيل ان ممكن اروح السعوديه عشان انبسط مثلا، او عشان اقضي وقت حلو، عشان اعمل شوبينج حلو، علشان اروح مطاعم؟ لا، الحته او المنطقه انتقلت حته ثانيه. ومين كان يتخيل ان احنا نشوف كريستيانو رونالدو بالزي السعودي وبيرقص الرقصه الشهيره بتاعتهم وبنزيما؟ يعني صح. بس وبعدين دي نقطه، يعني هم كسبوها، يعني هما النقطه دي هما قدروا ان هما يكسبوها. انا اعتقد كل ده معمول عشان الحته دي ملهاش علاقه قوي بكره القدم. ميبي، يعني انا ده رايي. يعني الفكره كلها ان انا عايز اعمل رواج للسعوديه من خلال طبعا الكوره وبس. مش الكوره بس، يعني هي مش الكوره بس، انا في كوره وفي فن وفي في ملف كبير جدا هم شغالين بس شغالين عليه بذكاء بصراحه. هم شغالين عليه بذكاء ونجحوا فيه لحد دلوقتي. ما نقدرش نقول ان هم ما فشلوا فيه. اللعيبه اللي هم كانوا عايزينها جابوها. يعني انت طموح الانديه اصلا نفسه بقى هم بيختاروا اللاعب، لا احنا مش عايزين لعيبه اوروبا. يعني مش ان انا بقى بهارده باي لاعب مثلا صف تاني او بلان بي، لا انا مش عايز اللاعب ده، انا عايز اللاعب ده. بس الى درجه كبيره الدوريات الاوروبيه بقى في المقابل يعني اتفرغت من معظم نجومها. بص ما نقدرش نقول ان هي اتفرغت، يعني ما نقدرش نقول ده، بس المواهب في اوروبا لسه موجوده. بس انت بتتكلم برضو، يعني انت لما تيجي تبص على السن اللي راح الدوري السعودي هتلاقيه سن لعيب. بالظبط كده، هتلاقي سن معين، تلاقي سن ثلاثينات او 32 وما بعد ذلك. فده اللي بيبقى مثلا بالنسبه له اللعب في اوروبا ممكن يكون يعني ايه، ما بقاش زي الاول، ما بقتش وانا صغير. فانت بتتكلم في كاتيجوري معين، عارف اتكلم امتى بقى مثلا واقول النقطه اللي انت بتتكلم عليها دي؟ لو لقيت مثلا لاعب زي مبابي راح الدوري السعودي. خلاص كده بقى انت هنا. طب انت اصلا تضمني منين ان صلابه مبابي تخيل هالاند مثلا؟ يعني تضمني منين ان اي لاعب منهم، يعني اي لاعب حتى السن الاصغر نسبيا من كيليان مبابي، تضمني منين ان صلابتهم النفسيه وثباتهم الانفعالي هيخليهم يقاوموا المغريات الكثير؟ صح، لا ما تضمنش. يعني الخطر ما زال قائم من وجهه نظر الـ اوروبا، مش بقى يعني فاهمه ازاي؟ ما تضمنش. يعني هم برضو عرضه لان هم يتخذ بينهم المزيد من النجوم.
امبابي لما جاله عرض سعودي في كانت التقارير خرجت وقالت ان امبابي جاله عرض سعودي في الصيف اللي فات وقت ازمته مع باريس سان جيرمان وتلقيح الكلام المتبادل بينه بالظبط كده وان هو ما كانش عايز يفعل العقد وهم لا مصرين ان هو العقد يتفعل. طب خلاص انت هتركن بقى الفتره دي كده لحد ما نشوف انت ممكن تعمل ايه. اتقدم له عرض سعودي بمبلغ خيالي خرافي كان 400 او 600 مليون مش فاكره تحديدا بس هو كان 400 بعدين قالوا 600 وكان موسم واحد بالظبط كده. وبعدين عشان هو حلمه ريال مدريد فقالوا له طب تعالى سنه واحده اللي هي السنه اللي كان مش هيلعبها مع باريس تعالى سنه واحده والسنه اللي بعدها تروح ريال مدريد مجانا. طب يعني عارف ورفض بالظبط وانا سهلت لك كل الامور عايز تروح ريال مدريد هتروح من غير فلوس هتروح من غير فلوس وفي خلال السنه دي انت هتلعب معايا في السعوديه وهتاخد عليها كمان فلوس وامتيازات خرافيه. فلا العروض اللي بتتقدم جباره طبعا جباره صحيح ويعني ولينا في 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 العرض اللي اتقدم لمحمد صلاح خير دليل يعني مش عايزين جمهور اجنبي يعني هل حد فيكم سمع حاجه عن الموضوع ده على فكره حصل لو النبي عقود جماهير حصل ولا حصل حصل, حصل فرصتنا جايه انسي بقى اللي فات طب روح اعلام روح جماهير حصل لا انا ما سمعتش معقول حصل بجد ازاي بقى الكابو يعني او اللي هو القائد بتاع فريق اعتقد كان الرجاء المغربي راح نادي سعودي هيشجع خلاص في السعوديه ده بجد طيب بص مش حاجه غريب شويه ولا انا بتهيألي مش حاجه مستحيله طب فاضل ايه فكر انت بس حاجه يعني طيب على كل حال خلينا نروح للمنتخب عشان فاضل دقايق قليله. المنتخب حتى هذه اللحظه برضو ما نقدرش نقول ان احنا مطمنين وما نقدرش نقول ان احنا ماشيين بره المسار تماما بس لسه في قلق لسه في مشوار اطول. لكن حتى هذه اللحظه بتشوفي ازاي منا مشوار المنتخب المصري مع يعني الكم الموجود من كلام من لعيبه محليه وفي نفس الوقت كمان المحترفين بتوعنا؟ بصي هختلف معاكي شويه انا شايفه ان وضع المنتخب خلينا نقول ستيبل يعني الامور مش مضغوطه او 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 او, أو في قلق زياده عن اللزوم يعني فيتوريا مسيطر تقدري تقولي بشكل جيد حتى هذه اللحظه حتى أوكي. هذه اللحظه هو قايم بدوره بشكل جيد جدا في سيطره حتى على كبار اللعيبه الامور فنيا برضو ماشيه بشكل بالعكس ده بيقول لك احنا بنفوز لكن ما بنلعبش يعني دايما ده اللي انا كنت بسمعه التحليلات المختلفه يعني بنحقق اللي احنا عايزينه من المباريات بس مش بيبقى بالاداء الفني المطلوب وده اللي ممكن يقلقك بعد كده ان بعد كده في ماتشات ثانيه اصعب فهتبقي محتاجه الفنيات بجانب فكره الحظ او الفوز. طيب لو انا لعبت بالاداء الجيد جدا بس انا ما حققتش النتيجه بتاعه المباراه او ما حققتش الفوز ما هو طبيعي لو لعبت جيد جدا هتحققي حاجه يعني شرط. هيبقى صعب قوي في عدم توفيق يعني بس النسبه بتبقى اعلى من لو ما لعبتيش ساعتها خالص. مش هطلع امجد في المدرب وفي اللعيبه وفي الفريق واقول اصل احنا عملنا مباراه جيده جدا بس خسرنا يعني انت عايزانا نركز على النتائج وخلاص اهم حاجه النتيجه اهم حاجه النتيجه بالظبط اهم حاجه النتيجه بتاعتي اهم حاجه ان انا ادي في المباراه تمام ماشي انفذ التعليمات الفنيه شكل اللعيبه في الملعب ماشي يكون جيد جدا الخطه الفنيه تكون حتى مفهومه لينا احنا يعني احيانا احنا بنتفرج على المباريات احنا مش فاهمين مين بيلعب فين وليه يعني فانا شايفه لا ان الوضع مع فيتوريا مختلف الامور زي ما قلت لك مستقره سواء في ما بين اللعيبه نفسها سواء الخطه الفنيه لا يعني حاسه ان يعني اسم منتخب مصر افضل حالا من فترات سابقه قبل كده كانت كويس. الامور فعلا كنا بنبقى قلقانين لو هنلعب اثيوبيا مع كل الاحترام يعني بس انت اسم منتخب مصر المفروض انت ما تبقاش قلقان لا انت كنت بقى منا احنا هنقولك في النهايه حاجه واحده بس اتفضل نورتينا شفت انا بقيت حظاظ والله عليك الله عليك فريق الكوران لذلك في نفس واحد نورت الدنيا كلها ونشوفك على خير ان شاء الله قريب ميرسي يا منا وميرسي يا مستر كريم ميرسي جدا شوف حضراتكم بكره ان شاء الله وحلقه جديده مع السلامه.